فين مش لاقياها؟ قفشتي. انت مش هتبطلي الحركات دي؟ انا لو قلت لك مش هروح المستشفى مش هتردي. يا حبيبتي هو بمزاجنا، وبعدين خلاص هانت، قربنا نخف، ولا هيبقى في مستشفى ولا ادويه ولا حقن. متأكدة؟ متأكدة. ويلا بقى نلبس عشان تأخرنا على ميعادنا. طب اوكي. انا عايزه البس الطبق الاصفر بتاعي اللي فيه دانتر. مدام جود مورنينج سعدو. خلي ناصر يحضر العربيه على بال ما اجهز رنا، وحضري الفطار. يو ام كازيتين فوي داونستيرز. اللي جابه على الصبح ده اعملي له اي حاجه يشربها على بال ما اجهز رنا وانزل له. انت هتلبسي بالتو لونه ايه؟ هلبس بالتو لونه ابيض. اوكي. انا كمان عايزه البس البالتو بتاعي اللي لونه ابيض، وعايزه البس السكيني جينز بتاعي. حاضر يا روحي، انا والسكيني جينز بتاعي. بس خلصينا هنتاخر. يلا. اوكي. طب مامي مامي اسمعي، والله هو انتي تحبي اللون ده ولا ده؟ بس يمشي. اي كلام يا رنا، اي كلام. انتي بس عايزه تاخرينا وخلاص. يلا 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 يلا. ما كنتش اتمنى ان الحال بينا توصل للدرجه دي. هو انا يا عمي اللي كنت رحت اشتكيت ورفعت قضايا؟ اعمل لك ايه؟ ما انت رابطه تديني حقي. وهو حقك انك تورث بالعافيه. لا 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 لا، مش بالعافيه، بنت اخويا، وانت عارفه كده كويس. اخويا الله يرحمه لو كان عاوز يكتب لك حاجه قبل ما يموت كان قال. طب اعمل لك ايه بقى انه ما قالكش؟ ترجع عن اللي في دماغك قبل الفاس ما تقع في الراس. وتاريخ الخبير يقول ان الامضه مزوره، وانا ما يخلصنيش ابدا ان بنت اخويا حبيبتي تتحبس. لكن يخلصك انك تشوشر عليها وتبعت انذارات ومحامي رايح ومحامي جاي. ها؟ هو مش غلط يا حبيبتي ان الواحد يدور على حقه. اه؟ وبعدين ده امر ربنا. افتح المصحف هتعرف ان انا ليا تلت الميراث اللي سابه اخويا طالما ما عندوش ولد. ولا انت بتعترض على امر ربنا؟ استغفر الله العظيم. لا طبعا مش معترضه، بس الكلام ده لو ما كانش بابا الله يرحمه كتب لي كل الميراث باسمي. انا بقى متاكد انه ما عملش كده. مش عارفه اعمل لحضرتك ايه عشان تصدقني. اقول لك ما تخطف رجلك كده وتروح تسأله. أروح؟ لا ده أنت فعلا مؤدبة ومتربية على الآخر. ماشي ماشي يا بنت أخويا، الظاهر إن مفيش فايدة معاكي. عموما أنا عملت اللي عليا وجيت لك لحد عندك، قلت يعني يمكن تلمي الدور وتلحقي نفسك. لما واضح ان تربيه امك الله يرحمها مقصره فيكي قوي 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 قوي، ما انت عشت معاها العمر كله. هتاخدي طبعنا احنا ولا طبعها هي؟ ماشي يا بنت اخويا، على اذنك. تليفوني معاك مش كده؟ طبعا يا سعاده الباشا. طب بقول لك ايه؟ امسك امسك دي. خيرك بغرقنا يا باشا. عم امسك، ما تعمليش فيها داي يا امار. ربنا يخليك يا باشا. انا مستني تليفونك. ها؟ قول لي جرى السواق ده اخباره ايه؟ هو سايق فيها شويه لكن هيجي هيجي. كلنا خدامين القرش يا جناب الباشا. يا عيني عليك، فيلسوف طبعا، كلنا خدامين القرش.
استني تليفونك زي ما قلت لك. تحت امرك يا باشا، نورتنا يا جناب الباشا. سلام. الف سلامه. سلامه يا سعاده الباشا. الف الف سلامه. الف سلامه يا باشا. الف سلامه. سلامه يا باشا. بدري يا هاني، الدكتور عايز يمشي بقاله ساعتين وانا سايب محاضراتي وجاي لك قاعد لك هنا من الصبح. وانا جايه في الميعاد اللي قال لي عليه الدكتور بالظبط. حساب المستشفى. اتفضل. أنا مش بشتغل عندك عشان تديهم لي وأروح أوديهم، حسابات عندك تحت. هبتدي أراجع لك. كلام مراتك اللي زي السم واللت والعجن بتاعها ما اتقالش قدام بنتي. مراتي ما قالتش حاجه. ابقى اسال رنا. رنا معايا النهارده، هجيبها لك الصبح. كانت بتقول لك ايه؟ ابدا، كانت بتوصينا على رنا. بتوصيك على رنا؟ كانت بتتكلم عليا وانا سامعاها بودني دي. وسام، مش وقته، خلينا في اللي احنا فيه. كده فاضل جلستين، كورس الكيماوي هيخلص. عارفة. بعد كده دكتور عاطف هيقول لك إذا كنت هتسافريها تاني بره ولا هتكملي هنا. إن شاء الله. أيوة يا ماما. في إيه؟ في ميتنج مع أميرة، إكزيكتيف نديم فخري. أنتِ نسيتي ولا إيه؟ لا مش ناسية. بس انا النهارده لا فاضيه الميتنج ولا الشغل من اصله. خلي رامي معاها ويشوف طلباتها ايه. على فكره اوريدي رامي قاعد معاها، بس المفروض ان كان جايبها عشان تقابلك وتخلصي الدين معاها. جرى ايه يا نهى؟ بقول لك مش جايه غير لما اطمن على بنتي. عايزه تستنى اهلا وسهلا، مش عايزه مع السلامه. انا ما عنديش حد اهم من بنتي. اوف ده انا نسيت خالص، دي رنا عندها مستشفى النهارده. طب خلاص خلاص، خليكي براحتك. انت محتاجه حاجه؟ طيب اوكي، خلي بالك من نفسك. باي باي. بقول لك ايه، ما جاتش لحد دلوقتي، ايه النظام؟ بنتها عندها سيشن كيمو. واحنا مش هنخلص من حوار بنتها ده؟ حرام عليك، هو ده مرض عادي؟ ده كانسر. طب نهايتها ايه؟ جايه ولا مش جايه؟ جايه جايه، بس مش دلوقتي. وال 50 مليون اللي قاعده جوه دي اقول لها ايه؟ ايه اديناكي معايا بالغلط؟ هي مش بقت انتمتك وحاططها في جيبك الصغير؟ روح ثبتها في اي حاجه لحد ما مالك تيجي. ماشي.
ماشي هعمل كده وابو كده كمان. ماشي ابو كده. ايوه يا ملك، الف سلامه على رنا، طمنيني عليها عامله ايه دلوقتي؟ تحبي يجي لك المستشفى؟ لا ميرسي، خليك انت بس قاعد مع صاحبتك دي وشوف لك الجيم ده هيتلعب بكام وازاي. طيب تمام، وانا لما اخلص ابقى اجي لك. باي. ايه ده؟ مين اللي اداها العصير ده؟ بنتك كانت عطشانة عايزة تشرب حاجة، سيبها تموت من العطش؟ يا اخي ان شاء الله انتي خير. في ايه؟ مالكم انتوا الاثنين؟ بتزعقي ليه؟ هو محدش فهم البني ادمه دي انه ما ينفعش البنت تاخد اي حاجه الا بعد الجلسه بساعتين على الاقل. طب خلاص حصل خير. خير؟ انا مش عارفه اصلا ايه اللي جابها هنا دي. انا غلطان اني جاي اطمن عليها. وسع يا حازم، انا في العربيه. يا وسام يا وسام اسمعي بس هقول لك. راجع. يلا يلا. انا عارفه انك بتبقي عطشان بس لازم تصبري يا حبيبتي، انتي مش اول مرة. ازيك؟ مش عايزك يا بنتي. هانت وهانت قوي كمان، فترجعي زي الاول واحسن، تلعبي وتتنططي وتروحي المدرسة وشعرك وشعرك ده يبقى احلى من الاول كمان. أنا مش هموت. بعد الشر عليك يا حبيبتي، ما تقوليش كده تاني. عشان خاطري ما تقوليهاش تاني. حاضر. هتروحي عند بابي النهارده؟ مش عايزاكي تتشقي. احنا لسه ما اتكلمناش. فين؟ اتفضلي. اتكلمنا اتكلمنا، قلت لك مليون مره مستحيل. لا 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 اميره، لا ما فيش مستحيل. اللي انا اعرفه انك بتحركي نديم فخري زي ما انت عايزه. ايوه بس دي مراته. عارف يعني ايه مراته؟ يعني عايزني اقول له الغي العقد مع مراتك ونسحب الشغل ونوديه ايجنسي تانيه؟ عايزك تقولي له كده. ازاي ما معرفش نديم، انت محتاج تشوف ايديز جديده عشان اعلاناتك ولو لموسم واحد. معرفش وانا اللي اقولك تقولي له ايه. رشا دي صعب، وبعدين ده هو عمل لها الايجنسي دي كلها عشان شغل المجموعه كله يبقى عن طريقها. مش هقدر. لا اميره انت جيتي لحد هنا يبقى هتقدري. لا يا حبيبي، انا جاي اتعرف على ملك الجرح عشان تديني الشاليه بتاع هاسياندا كريدت مش كاش. طب ايه رايك بقى ان هي هتديهولك كادو وعليهم دول كمان؟ لا انا عارف الموضوع صعب جدا ومحتاج تفكير، انا فاهم طبعا. شفت بقى ديك اخرتني، زمان وصل المجموعه. نديم؟ هقول له ايه؟ لا ولا حاجه، ما ترضيش عليه، احلقيه له لحد ما نعرف هو فين، يمكن لسه ما راحش. تصدق فكره؟ شوف لي أميرة فين وفورا. تحت أمرك يا نديم بيه. هو أنت ناوي تاخدها معاك المزرعة ولا إيه؟ صباح الخير. أنا مقدرة اللي أنت فيه وعارفة إنك معتمد عليها، بس حكاية أميرة دي بقت أوفر، أوفر قوي كمان. دي بتظهر معاك أكتر مني، وساعات الصحفيين بينشروا صورها جنبك ويكتبوا مراته رشا محجوب. أيوة رشا محجوب. كتبوش بقى أميرة معرفش إيه؟ ليه؟ عشان متجوز رشا مش أميرة.
ومش هتتجوز غيرها يا روح قلبي. وعارف لو فكرت بحياة بنتي اقطعك بسنين يا قطوطة. انت يا حلوة مش فاضي الكلام ده. دي شحنة بسبعة اصفار 10 مليون دولار طايرين على السوق. يا حبيبي فداك فلوس الدنيا كلها. وبعدين هو انت هتغلب يعني؟ اللي ما تباعش بره يتباع جوه. هو باعها المشكلة؟ رفضها هو المشكلة. عارفة يعني ايه مركب ترجع باللي فيها في البحر؟ يعني اسمي عندهم يتهز. طب ما تحاول معاهم تاني يمكن يقبلوها. ما بيهزروش دول. ايه رفضوا بعدين؟ ثانية واحدة. انت فين الصبح؟ خلاص اجي الاقي مجلس الاداره كله في مكتبه والبلاغين في المزرعه ان انا هسافر لهم بالليل. يستنوني كلهم بما فيهم الدكتور اللي الشحنه اترفضت بسببه. نعم اما اجيلك بقى. طب والله العظيم الدكتور ده مزوق عليك. لو لوحده اقول اه، لكن ده في سوبرفايزر ومانجر ومراقب جوده وانا قايل لهم ان الاتحاد الاوروبي مانع ان البقر يتحقن بالهرمونات دي. بقى ايه بقى؟ امال ايه يعني؟ بيتصرفوا من دماغهم. اعرف كل حاجه. معلش يا حبيبي روى انت بس وافتكر ان ياما حصل لك اكتر من كده. المره دي في حاجه مش مظبوطه. مركب ترجع بالبضاعه اللي عليها. وبعدين اشاعه الفورمالين اللي في الجبنه وغرقت السوشيال ميديا. انترنت ما بيتكلمش غير عن نديم فخري وكان ما فيش حاجه في البلد غيري. في حاجه غلط. اه معلش اجيلي صرف الشيك الاخراني لحد ما اشوف السيوله ايه. اوكي بصي لي لوجي لما ترجع من المدرسه. لا انت هتكوني خرجتي. انا مش رايحه الايجنسي بس احتمال اخرج مع داليا بالليل شويه. بقول احتمال لسه. نديم يا حبيبي بليز حاول تسافر بدري. طريق العالمين ده ضلمه قوي. وحاول ما تسوقش بنفسك. تمام. تذكر وما تقلقنيش عليك. لما اكلمك رد بليز. بليز. عندي 6000 موظف ولازم اعمل كل حاجه بنفسي؟ ليه؟ مش اكل عيال؟ يطلع عين اللي خلفوني انا في ديل زي ده وتيجوا انتوا بهبل تهدوا كل اللي انا بعمله. طبعا الصحافه ما هتصدق. مراكب نديم فخر راجعه في البحر بالبضاعه اللي عليها. مش عايز الجرايد تاخد خبر. الناس بتوع السوشيال ميديا تشتغل شويه. في خلال ساعتين تقرير على مكتبي في كل التفاصيل هاخده معايا وانا رايح المزرعه. وتتصرف في البضاعه اللي في البحر، محدش يقول لي نوزعها هنا. مش اللي يترفض بره نبيعه جوه. اعدموها في البحر. مش عايز حد يتأذي بسببي. واشتغلوا بدل ما افوركم كلكم. كلكم. اللي مش قادر على شغلته يشوف حد تاني يقدر. مفهوم؟ شوفوني يا أميرة فين؟ في كده ادي الاعلانات اللي بتكسب. مش اعلاناتنا اللي بنصرف عليها من واسعه. واسعه ايه ده؟ شويه ماتيريال متجمع من اعلانات قبل كده متصوره يعني اللوجو محطوط في الاخر ولا اي حاجه. قول له يا ابني والله تلاقيه حتى الفلوس كلها في جيبها وصرف على الاعلان ده 3 مليم. هو هاجب صاحبها هو بيكيش. قصدك بيخيش. ده لو فاهم في حاجه ما كانش وافق على اعلان زي ده. طب انا معاك يا ملك. هو مش فاهم
التيم اللي عنده بقى ظروفهم ايه في الحياه؟ يعني موافقين ازاي عن النحت ده؟ تلاقيهم خايفين يدوسوا في منطقه زي دي عشان مراته. طب هي اميره بقى ايه اللي هتدوس؟ اميره دايسه، طالما طلبت عربوني يبقى اميره دايسه، وبالمناسبه احنا هنقابلها النهارده بالليل. والله انا خايفه لا تكون اميره دي بتشتغلك وهتضرب على عربون. ليه؟ هو انا تلميذ؟ لا مراته هي اللي مش تلميذه، وصعب انها تتقلش كده بسهوله. ده انت عارفاها بقى يا ملك؟ لا لا لا، ما اعرفش حد، انا ما شفتش، انا بسمع. وانا كمان بسمع، يعني انا بسمع انها مقضياها. اعراض الناس ما نتكلمش فيها، عيب، حرام. استغفر الله العظيم. مش حاجه. طيب هو نديم بقى ايه نظامه في الليله دي؟ والله اللي انا اعرفه ان هو راجل محترم، وبما انه راجل محترم يبقى اكيد مراته ست محترم. وصلت؟ بعتها على الواتس. خلاص ابعتها تاني. Don't worry. طول ما في وليد منصور يعني مفيش قلق. سلام. الو ايه نديم، شوفي لي التليفون ده بتاع مين. اوكي ثانيه قول كده.
0122771582. آخر رقم كام؟ 5؟ أوكي. لا بص، ده مش متسجل على ترو كولر. ممكن أبصلك عليه على أبليكيشن تاني، ممكن يبقى موجود وأكلمك تاني. ها؟ بسرعة. مالك أنت مالسوق؟ أنت وصلت المزرعة؟ بسرعة. طيب حاضر حاضر. أوكي. باي. ماله، ده حد بيعكسه ولا إيه؟ الظاهر كده. بقول لك إيه؟ هي جاية بقى ولا لا زي قبل كده؟ لا 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 لا، هي اكيد 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 فور شور جايه، ومعاها التشيك والديبوزيت كمان، هتشوفي دلوقتي. كده عن الصاروخ ده؟ مش قلت لك؟ سوري يا جماعه اتاخرت عليك خالص. اميره ناصر ملك الجرح. طب هاي رامي، انا بقالي كتير عاوزه اتعرف عليكي بس الجبان ده اللي مش راضي. انا برضو عموما فرصه سعيده. انا اسف. اتكلم شغل بقى؟ والله هنخش في الموضوع على طول كده. بص يا ستي، انا رامي اداني فكره عن الحكايه وانا بعمل محاوله. محاوله؟ هو احنا لسه هنحاول؟ اكيد. طب الموضوع مش سهل. اميره بلاش افوره. ها، اللي احنا اتفقنا عليه مش هيتغير. وانا جبت سيره حاجه مالك؟ لازم تعرف الحكايه محتاجه خطه، بس انا على فكره ابتديت. امال رامي فهمني حاجه تانية ليه؟ ولا انت عامل ضيعه الوقت بس؟ لا مالك، بتقولي ابتدت مش ابتديتي صح؟ اوريدي اتس اول جود. أنا آسفة يا جماعة، أنا لازم أمشي. طب نخلص الميتينج وبعدين. ملك ثانية واحدة. ملك ملك بعدين. لا بعدين. ملك بليز. هو في إيه؟ لا ما أنا ما مش فاهم. هي المسج دي فيها أنا إيه؟ ما شفتش المسج، ما أعرفش. أنا أخش الحمام. زي ما انت كده فوق. تفتكر السواق ممكن يقول لجوزي اني خليته يروح عربيتي وركبت معاك؟ ما اظنش في حد شافك كنت بتركبي معايا خالص. ولا يقول له؟ اه ما يقول. مش مهم، هقول له انك تركب في بتاعي وقول له اروح الاسبوع بتاعك مثلا. والله مش تفضل تتفضل. ده في كل حاجة فوق، شوفيها دلوقتي. ما بعرفش أفكر. أه أنت بتعرفي تمشي. طيب طيب. مين اللي جاي السعادة؟ أفندم. رنا فين؟ إشمعنى؟ بنتي فين يا حازم؟ إحنا مش اتفقنا هتبات عندي النهاردة؟ يا رنا! رنا! في إيه؟ ما تفهميني! أنت اللي تفهمني بنتك بعت المسج دي ليه؟ عايزاني اجي اخدها من عندكم ليه؟ عملتوا لها ايه؟ مامي مامي. تعالي يا حبيبتي قولي مين ضربك؟ قولي يا حبيبتي ما تخافيش. ايه؟ في ايه صوتك العالي ده؟ انت ايه؟ ايه؟ ما بتصدقي تلاقي فرصه تيجي تنكدي علينا فيها؟ انت تسكتي خالص. الحقدي بتزعقلي. لما تدخلي البيت تحترمي الست اللي فيه، انت فاهمه؟ ايدك دي ما تلمسنيش، احسن ورحمه امي اللي دفعك الثمن غالي. اسمعي يا ملك. اسمعي انت يا حازم. اللي يمس شعره من بنتي هاكله بسناني ان شاء الله يكون مين، فاهم؟ يعني لو غلطت ما نربيهاش؟ يا اخي حرام عليك، هتبقى انت والزمن عليها، مش كفايه اللي هي فيه؟ ما تحس على دمك بقى. بس دلعك فيها ده مش حلو. يلا بينا يا رنا. على فين؟ خدها معايا واقصر الشر احسن لك يا حازم. طب استني ما تغير هدومها. مالكيش فيه. انا الحق عليها اللي خليتها تيجي هنا من الاول. كان لازم اقول لا بعد اللي حصل الصبح. يلا يا حبيبتي. يا ساتر، ايه دي؟ ايه دي يا حازم؟ كنت مستحملها ازاي دي 4 سنين؟ ما كانتش كده في امريكا. ما كانتش كده في امريكا؟ امال كانت ازاي يا اخويا؟
كده اهو ولا كده اهو. بقول لك ايه، انا مش طايق نفسي. حاضر يا حازم، حاضر. ما انا الغلبانه اللي دايما تيجي عليها، انما ملك الجرح لا. اسكتي خالص، انا مش عايز اسمع نفس، فاهمه؟ حكيتم حكيتم خالص. وان شاء الله ان شاء الله ربنا هو اللي هيجيب لي حقي منها ومنك. مين ده؟ هو في ايه؟ انت مين؟ ماليه دعوه، هو وليد هو اللي قال لي انها سهله تتشقط عادي يعني. مدام ملك الجرحي،
اهلا وسهلا. مستر نديم طبعا. اهلا يا فندم. اتفضل. ارزقكم. احنا ما اتقابلناش قبل كده. ده حلوه تشجع. يا فندم؟ قصدي لا، صراحة مش فاكرة إن احنا اتقابلنا قبل كده. لا اتقابلنا واتكلمنا وقعدنا، بس فين وإمتى مش فاكر. والله هما بيقولوا في تحليل علمي للموضوع ده. ده اللي هو إيه؟ ده جافي. إن الواحد يشوف الحاجة قبل ما تحصل. يعني تقريبا. لا أنا متأكد إن احنا اتقابلنا. صراحة أنا مش فاكرة. هفتكر أنا على مهلي. المهم إن أميرة قالت لي على شغلك، ويا ريت يبقى في تعاون مع شركتنا. والله دي حاجة تسعدني، يا ريت الماركتنج مانجر بتاع حضرتك يقعد مع التيم بتاعنا ونشوف إيه المطلوب بالظبط ونعمله. أنتِ ما بتضيعيش وقت خالص. صراحة لا، مش بقولوا تايم از ماني. أنا أحب كده. وأنا كمان. قهوة. يا فندم؟ أشرب قهوة. فاضل حاضر. عمر يا مستمعي. قهوة حضرتك بتشربيها ازاي؟ من غير سكر. قهوة قهوة تركي يعني؟ قهوة بس. قهوة عادية. قهوة تركي من غير سكر. حالا. نايس اوفيس. ثانك يو. ما هو ما بيعملش فولو اب للتاسكس. واحنا بنتكلم بالبق يعني؟ اوعي تقولي لي انه مش موجود، لاني عارفه انه موجود وان ملك الجرح معاك. بعد اذنك ما تضيعيش وقتك معايا. مش معنى اننا اتطلقنا انك تلغي الشغل اللي بيننا يا نديم بيه. انا ما عنديش معلومات ان في ميعاد مع حضرتك. هو مش في عقود يا باشمهندس؟ ولا نسيت حضرتك؟ لو سمحت تتفضلي وبعدين تاخدي ميعاد. مش هتفضل. والهانم اللي جايه تستغل الموقف وتنط على شغلي بالطريقه دي هي اللي تطلع بره. انا اسف جدا. اتلمي واخرصي. اخرص شغلي وبدافع عنه؟ ولا هو لا بيت ولا شغل؟ ايه يا ملك هانم؟ محدش علمك ان عيب قوي تنطي على شغل حد تاني بالطريقه دي؟ انا اسفه مدام ملك. ده هتجري وراها ولا ايه؟ اسمعي بقى، تفهمي ان علاقتك باي حاجه تخصني انقطعت، واياك تستجري تعتبي المكان ده تاني. حركاتك اللي بتعمليها دي مش هتهتني. انا في عصك تحت جزمتي. تبعدي بالاميال عن اي حاجه تخصني، ده لو ليكي كرامه. فاهم ولا لا؟ علي صوتك اكتر وخلي موظفينك يسمعوك، ولا هقول لهم اتطلقنا ليه؟ ولا اقول لك خلي البوليس هو اللي يقول لهم. دبلتي اللي عليها اسمك نسيتها هناك. هنعمل ايه في مصيبة الدبلة دي؟ تنزلي تعملي محضر في القسم، هتقولي الدبلة يا اما اتسرقت يا اما نسيتيها في المكان اللي كنت سهرانة فيه، ولا كلمة زيادة. طب ما تيجي معايا. انزلي انزلي عشان ما اعملش معاك اللي كان لازم اعمله. ما عملتوش ساعتها ليه؟ اقول لك انا؟ عشان انت لسه بتحبني. تفتكري ممكن اضيع اللي بنيته عشان واحده زيك؟ موتك ما يبسطنيش، انا هموتك بالحياه وده اللي هيبسطني. يعني ايه؟ مش فاهمه. فكري فيها على مهلك. يلا.
ما بتردش. هي مين؟ مالك؟ وانت كلمتيها ليه؟ كانت خارجة من هنا منهارة وبتعيط، حاولت ألحقها ما عرفتش، عمال أكلمها في التليفون ما بتردش عليا. انت اللي قلتي رشا انها عندي؟ لا طبعا، ازاي؟ بس هي جاية وعارفة انها عندك. عارفة منين؟ ما ده السؤال اللي هيجنني. حاولت امنعها انها تدخل لك بس انت عارف اسلوبها بقى. مفهوم. انا خايفة اللي حصل ده يعمل لنا شوشرة واحنا في غنى عنها. ليه بقى؟ هي مالك دي من نوع اللوكلوك؟ معرفش، اصلا مش صاحبتي يعني. طب سيبي رقمها. أنا فكرت في حاجة كده، تسمعني؟ أسمعك، اتفضلي. أنا آسف اقتحمت بيتك من غير سابق إنذار، بس كان لازم أعتذرلك عن اللي حصل في مكتبك. اتفضلي. معلش يا ريت تنسي الموقف البايخ اللي حصل. أهلاً وسهلاً مستر نديم. ما تستغربش، أنا ملك ودي مريم أختي، إحنا توينز، بس أنا مولودة قبلها بخمس دقايق. الحمد لله اللي جيتي بدري، كان زماني فاهم غلط. عادي، إحنا متعودين، كل الناس بتلخبط بينا. أكيد لازم تعملوا حاجة تخلي الناس تعرفكم من بعض. أنا اديتها الوردة على إنها أنتي. عموما ميرسي قوي على الورد، أنا وهي واحد. الحقيقة هو فعلا في حاجة بتفرقنا عن بعض للأسف. من حوالي ست شهور كانت هي وبابا راجعة من الساحل، كانت هي اللي سايقة، وفجأة معرفتش تسيطر على العربية واتقلبت بيهم، وبابا توفى قبل ما ينقلوا المستشفى. I'm sorry. Thank you. وهي من الصدمة جالها حالة اسمها خرس مؤقت. الدكاترة بيقولوا إنه عملية وقت، إنه مفيش حاجة عضوية تمنعها من الكلام. وهي على فكرة بتسمعنا وبتتجاوب معانا كويس، بس إنه تتكلم صعب. مفهوم. زي الإحساس بالذنب بعد وفاة باباك الله يرحمه كده، يعني تقدر تقول كده. وده كلام الدكاترة كمان، هما بيقولوا إنه هي لازم تغير جو عشان تطلع من المود اللي هي فيه. ما تسفروها بقى. حصل فعلا، إحنا لسه راجعين من باريس من شهر تقريبا،
كل الدكاترة اللي تعرضت عليهم هناك قالوا تقريبا نفس الكلام اللي اتقال هنا. عموما هي بتاخد شوية أدوية وعلى الله يعملوا مفعولهم معاها. إن شاء الله. لو على مصر احنا عندنا مستشفى كبيرة أخويا بيديرها، أي حاجة تحت أمرك. الحقيقة أنا مش عارفة أقول لك إيه. نسيت أشكرك على مجيك هنا وانشغلنا بالكلام عن المشاكل ومريم. ولا أي حاجة. أنا ما يردنيش اللي حصل لك في مكتبي. الشغل اللي اتفقنا عليه ماشي زي ما هو. بجد؟ طب والعقد اللي حاجات بسيطة ما تشغليش بالك. بعد إذنك لازم أمشي. تمشي كده ما سألتكش تشرب حاجة. معلش مرة تانية. أوصلك؟ أنا عارف المكان. أوكي. باي. عايزة ايه؟ امسكي دي، امسكي مريم. تمام؟ معاكي فلوس؟ اه تمام. عايز كريدت كارد ولا كاش؟ كاش كاش. خد خد يا بنت المحظوظ. امسكي قلبها عشان نمشي بقى. طب يلا ميشو يلا. لا لا انا قاعد انا قاعد. لا 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 استاذ في الدلاله موتني يا ناس مش نادم وسابني مرمي وخانا شمموني بصرك ما عليا ما قدرتش اقف على رجليا شمموني بصرك ما عليا ما قدرتش اقف على رجليا الوساده الخليانه طلبت مني يا غليانه الوساده الخليانه طلبت مني يا غليانه فاكر زمان كنت صغير وفي شارعنا بنات حلوين واللي اتجنن واللي اتحير واللي اتعقل في المجانين فاكر زمان. شوف كده اتك على نفسك في السواقه عشان هركب مع ميرو ونطلع وراه. بس يعني انت مش عارف بيتي يعني. بيتك ايه؟ انا هروح. بابي مركز معايا قوي اليومين دول. قلنا هنفطر يا جدعان. عندي افطروا براحتكم انا مروحه. ايه مروحه وبابي مركز معايا والجو القديم ده؟ بعدين ابوكي ده هتلاقيه في سابع نومه يعني. انت
فك كده على نفسك وتعالى نروح نقعد معايا. وبعدين الواد مشو بيجيب البت اللي معلم فوق دي وهيجي معانا برضه يعني، فخليكي لطيفه كده يا مريم. طب اعمل ايه في مس ملك اللي راجع لي من امريكا على اخر الزمن دي؟ البيت متكهرب قوي. والله انا ملك دي انا ما مش فاهمها، يعني المفروض جايه من امريكا بقى واوبن مايندد وكده. مش عارف حاجه. مريم هو انت ليه محسني ان انت في كي جي 2؟ عشان انت مش عارفه جو البيت، بابي فيري ستريكت. ما تقول لها يا ليسي عمل فيك ايه لما رحت لنا. عمل ايه عمل ايه؟ الحياه هو راجل رخم يعني بمنتهى ببساطه، هو قاعد يجعجع ويرجع في وشي ويزعق. صعب والله. انا لو منك والله العظيم اديهم له وش. صباح الفل يا دكتوره، احنا اصلا متجوزين وسلام عليكم. عشان يذبحني. والله الواد شريف ده بيقول كلام زي الفل، ولا يذبحك ولا حاجه. والله ده شاري انت كده. انا قلت اللي عندي. انا اول مره اعرف انك بتفهم. وانت حر. صدقني اول مره اعرف انك بتفهم. شوف انت بس بتفهم. ايوه. هتسوق ولا تسوق؟ لا اسوق ايه؟ انا شايفك بالعافيه. اسوق ازاي؟ انت اسوقي طبعا. ايه اللي بتقوله ده؟ اسوق؟ اسوق فين؟ اسوق ازاي؟ يلا احنا نطلع سوا. ها؟ بلاش جو ابوكي والكلام القديم اللي انت بتقوليه ده. ولا ابويا. هروح البيت يعني هروح البيت. مفيش بيت. هتروح البيت ايه بس؟ I'm so sorry. أنا بجد ما خدتش بالي. ما تتخديش، ما حصلش حاجة. العربية اتكسرت. ولا يهمك، حصل خير. اتفضل انت. ما فيش حاجة خالص يا جماعة. طب لو تحب. أحب إيه بس؟ اتفضلي حضرتك. المرة اللي جاية بس وأنت راجع بيبص في المراية. اتفضلي. Thank you. الحزام بقى. على فكره انا كنت هنزل ابهدل الراجل ده بس الحزام ما فكش، ما قدرتش انزل بصراحه. وماله حزامك؟ ايه؟ ما بيفتحش. حزام ما بيفتحش. الراسي ده نديم فخري؟ مريم انا بسالك، قابلتي نديم فخري قبل كده؟ اللي كان تحت من شويه وكان فاكرك انا. عشان كده لما شافني سألني إن إحنا اتقابلنا وأنا قلت له لأ. تصدقي ما جاش في بالي خالص إن يكون قبلك أنتِ. ها بقى قولي لي، قابلتيه إزاي وإمتى؟ وليه جريتي بالشكل ده أول ما جيت أعرفك بيه؟ يا حبيبتي مش هتبطلي الحساسية دي. الحالة اللي عندك جات لي ناس كتير قبل كده وياما خفوا منها، أنتِ ما فيكيش حاجة. بس من الواضح انه معرفتك بيه طياري كده، صح؟ عشان كده مش فاكر الموقف قوي. لا ما تقوليليش، يعرف السفت الليسي بتاعك ده؟ امال ايه؟ والله العظيم يا مريم لخلصك منه واخليه يطلقك من غير ما ندفع ولا مليم. على فكره الحقير ده جالي المكتب وانا رفضت اقابله. يا حبيبتي يا حبيبتي اصبري، ممكن العبها بطريقتي؟ الاشكال الواطيه دي محتاجه طول بال ولعب على الهادي. ما انا يا مريم مش هدفع له 5 مليون عشان يطلقك، كفايه عليه قوي الفلوس اللي قلبها منك. وبعدين احنا مش اتفقنا انك تسيبي لي الموضوع ده؟ طب ممكن واحده واحده عليا اخلص من موضوع عمك الاول وقضيته، وبعدين افضل الليسي ده. بس قبل ده وده لازم اثبت نفسي في شغلانتنا دي، لازم امضي العقد ده. انت مش متخيله يا مريم الموضوع ده هيفرق معايا ازاي. ها قولي لي بقى، قابلتيه امتى وفين؟ أنا نفسي أفهم إيه اللي معطل الدنيا لغاية دلوقتي؟ المونتير؟ ما تديله اللي هو عاوزه وخلصني يا رامي. ما هو مش معقول أقول للراجل رايحة لك معايا مفاجأة وأروح له إيد ورا وإيد قدام.
طيب ابقى طمني وانا ساعه واكون عندك. باي. وكمان انت اللي زعلانه؟ والله مش فاهمه مين اللي لازم يزعل من التاني، انا ولا انت؟ مين اللي بيخبط على الصبح ده؟ يا ست مالك هانم؟ ايوه انت. تقرير خبير طلع اهو، وكلام انا اللي طلع صح يا بنت اخويا. تزوير 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 يا فندم. بتزوري امنه ابوكي بعد ما مات يا ملك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش انا اللي بقول يا بنت اخويا، مش انا اللي بقول يا روح عمك، ده الخبير هو اللي بيقول. الخبير اللي المحكمة حورت له الأوراق هو اللي قال، قال عقد البيع مزور والإمضة دي مش إمضة أبوكي. ما أنا قلت لك راجعي نفسك قبل ما التقرير الخبير يطلع. ركبت دماغك وقلتي أدبك وطولت لساني. روح أسأله فين يا أختي؟ أروح له قبر أسأله؟ ها؟ اديني اتاكدت من اللي كنت شاكك فيه من غير ما اساله. ما بالعقل كده يا ام الزكاوي. ابوكي يكتب لك انت بالذات كل حاجه واختك لا. ها؟ يكتب لك ليه واختك لا؟ حرام ولا مش حرام؟ هي دي كمان كنت عاوز تاكلي حقها. ده اللي اسمه تزوير وكذب. لا ده اللي اسمه طمع. الله يرحمها امي، ما انت ورثه الطمع من امك. هو كان طلعها اللي طبعها مش كده برضو ولا ايه؟ تحب اقرا لك ولا تقري انت؟ خلصت كلامك؟ ايوه خلصت كلامي. طب اتفضل اطلع بره يا ابو تزوير. تطرديني؟ بتطرديني يا بنات؟ تطردي عمك؟ هي دي تربيه امك بتاعت الاتيكيت؟ هو ده اللي اتعلمتيه في امريكا يا حلوه؟ ها؟ مع السلامة، بر. طالع طالع يا حبيبتي، ماشي. بس قبل ما اطلع عاوز افكرك ان انا جيت لك هنا مرتين، يعني بدل مرة اتنين، ونصحتك بدل النصيحة 10، واديتك فرصة بدل الفرصة 10، انما مفيش فايدة. انا شفت دماغك على الاخر. استحملي بقى يا حلوة اللي هيجرالك، استعملي اللي هيحصل لك، استحمليه. مع السلامة. ماشي نزل ايدك ورحمة ابوك الغالي لازجنك يا ملك. عارف يعني ايه؟ هسجنك. ومش عاوز حد بقى يقولي ويعاتبني ازاي ترمي بنت اخوك في السجن. هسجنك، انا حلفت ورحمة ابوك الغالي زي ما جوختيني. هسجنك يا ملك. اشوف وشك في السجن. مع السلامة. منورين. بسم الله. شكرا. ثانية واحدة من فضلكم. تفضل. أيوة أميرة. وده سبب يخليك تكلميني 100 مرة وتبعتي لي مليون مسج؟ واجي لحضرتك أي حد. الجوابات دي لازم تتمضي النهاردة. حضرتك قايل في الميتنج إنه بعد يومين لازم هتحط حجر الأساس. ما حطيتيهمش الصبح ليه على مكتبي؟ كنت مضيته. ما حضرتك نزلت على طول بعد ما قابلت عماد القط. وبعدين ما كنتش بترد على التليفونات ولا حتى على تليفون ملك الجرحي لما جت سألت عليك. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما هو انا النهارده لازم امضيهم من حضرتك، لازم اشوفك ضروري. استنى هنا ولا اجي لك على البيت؟ لا يا اميره، روحي وسيبيهم لي الصبح امضيهم. ما اعرفش راجع امتى. يلا مع السلامه.
التليفون ده أسوأ اختراع في الكون، على قد ما فيه مميزات على قد ما هو مليان عيوب. فعلاً حاجة مزعجة، عندك حق. تحس إنك متاح لكل البشر، ولو في يوم ما ردتش على حد يزعل منك. أنا لما أحب أفصل أشد الفيشة واللي يزعل يزعل. أنت بقى بس مش كل حد يعرف يعمل كده. الحياة اختيارات؟ للي يعرف يختار. تليفونك بيرن أهو، ممكن تردي وممكن ما ترديش. اديني اخترت يا سيدي. شفتي بقى؟ مرة اتنين بس، وبعدين مش كل مرة يعرف يختار الحاجة الصح. شوف يا ملك، أنا معاك إن في ناس كتير بتمشي حسب المفروض عليها. أنا أحب أفرض اللي الناس تمشي عليه. تاكل فطير مشلتت؟ آكل فطير مشلتت. اللي بتاكل بالإيد الفطير المشلتت. أحلى حاجة. شكله حلو قوي. بالهنا والشفا. ميرسي. عمر. عمر عمر يا نادين دي. بالهنا والشفا. رايحين بيه على فين؟ ده مش طريق المطار. انا قلت لستك ان احنا ناخد طريق مختصر عشان الزحمه. انت هتستعبط؟ طريق مختصر ايه؟ بقول لك قول رايحين بيه على فين. دوس بنزين. اقف هنا. اقف. بقول لك ايه، اهدي بقى وعدي ليلتك دي. انا معايا امر اخلص عليك لو عملت اي دوشه. تخلص على مين يلا؟ بقول لك اقف هنا. اهدي بقى. سامحني بقى نديم باشا، شغل لنا حاجه هاديه. عارفة ان كل الاكل اللي قدامك ده انتاج المزرعة؟ كله كله؟ كله. طب والمية؟ ده انت بتتلككي بقى. دي تاني مرة تلكك فيها صح؟ تالت مرة، انا ما بنساش حاجة. يا ساتر، لا انا بنسى كتير. لا انا مشكلتي ان انا ما بنساش خالص. انا في حاجات كتير بنساها، الا لو حد جرحني او حاول يأذيني، اهو ده ما بنساهوش خالص. يبقى قدامي واعمل نفسي مش شايفة ولا كأنه موجود. يا ساتر، أنا خفت. أنت عايزني أتزوق قدامك وألبس لك الوش الكيوت وأقول اللي كل الناس بتقوله لبعض؟ أصل أنا عيب إن أنا متسامحة آخر حاجة، وبنسى الأساية، وأكتر حاجة بكرهها في نفسي طيبة قلبي. لا طبعًا، إنسانة عادية جدًا، بحب وبكره وبعاند وبزعل وبغير، وممكن ساعات نفسي كده خفت أكتر. أنت عايزني أكذب ولا أتلون؟ إحنا هنمثل. مش دي الحقيقة، احنا كلنا كده. هو احنا مش بني ادمين ولا ايه الحكاية؟ بعدين انا عجباني كده، ما عنديش استعداد ان اتغير وابقى حد تاني غير نفسي. بالعكس، اوعي ايوة تتغيري. انت متصالحة مع نفسك ومصاحباها وفهماها وبتواجهيها كمان. بس انا ما قلتلك ما بنساش حاجة، ما قصدتش كل الكلام ده. امال ايه؟ انا قصدت ان انا لما بيبقى عندي حلم او بتطق في دماغي فكرة، أقوم قايم نايم بيها ما انساهاش لحد ما طبقها، زي المزرعة دي كده. كانت مجرد فكرة. كان عندي 7 سنين وقاعد مع أبويا وأمي وأخويا على السفرة بناكل. قايم بصيت على الأطباق اللي بناكلها وقلت الله، ده كل حاجة من الأكل ده جاية من حتة. طب ليه ما يكونش في مكان كبير بيجمع كل الأكل ده؟ يبقى بينتج كل الأكل ده يعني. ومن هنا جت فكرة المزرعة. وكل ما كنت أكبر تكبر معايا الفكرة. بعدين بدأت أفهم بقى، وأدركت إن العالم كله بيحارب بعضه عشان الأكل ده، لقمة العيش طبعا. وكل الحكومات شغلها الشاغر إنها توفر للشعب لقمة العيش، والناس عايزة تاكل. ولا تقولي لي بقى حرية وديمقراطية وخالتي فوقية، كل ده كلام فارغ ما يجيبش همه. اه والله، العيش ده لو مش موجود تقوم ثورة. عندك حق. استأذنكم معلش. اتفضل يا عمر. تاني يا نديم بيه.
عمرو اسمه ايه؟ عمرو سوري. لذيذ قوي. ايوه حمام شكلنا مطولين يا معلم. حلو قوي. انا مش عارف ايه اللي جابني النهارده. لا وانا نازل من الشركه وعمال اقول لك باي باي يا رامي زي الاهبل. كنت تعالى، كنت عايز تيجي كنت تعالى. اه والله انا اللي مصبرني بس في شويه بط وحمام كده زي الفل، دول اللي مصبرني على اليوم الطويل ده. لا وهي قاعده منفضالي اخر حاجه. يعني هي منفضالك ومقضيها حواديت. ها عمرو اسمع، انجز 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 وفهمها ان هي ما تتعبش روحها وما تسحبش كهرباء على الفاضي، عشان الكامبين ده مش هيتم وحياه امي ما هيكمل. انا لسه جاي من عند اميره ومورياني ديسيجن اللي اخده المستشار القانوني بتاع نديم. العقد بايظ. افهمه ازاي ده؟ العقد بايظ يا عمرو، بايظ، مليان مشاكل، ما كانش المفروض يمضيه اصلا. دهوني هات انا افهمه. عندي هوني دهوني هات انا افهمه ليه؟ ليه ها؟ عندك انت لسان وانا اللي قاطعينه لي؟ ثم انت ما كنتيش معايا اصلا. ده الاخ نوها يا معلم. بيقول لك مش كنتي رحتي انت المشوار ده؟ يا ريت. بدل الملل اللي احنا عايشين فيه ده. اسمعني. حاول تفهمها بينك وبينها ايه اللي بيحصل عشان هي ما بتردش علينا، وقول لها ان اميره مولعها حرب. ما اعرفش فاهمها بطريقتك، يمكن تسمع لك. تمام كلموني لما تتحركوا، انا صاحي مش هنام. طيب يلا اوكي. سلام. سوري. كلم مين؟ التليفون كده بيقول لك هي ونديم واكلين دماغ بعض. طب يا رامي، ما هو على فكره صاحب الليله دي وهو اللي يقدر يمشي اللي هو عايزه. صاحب الليله دي كلها؟ امال هو جايب ناس بيشتغلوا عنده بيقبضوا ليه؟ عشان يعملوا قرارات وهو يلغيها؟ لا طبعا. واسمعي، طالما الموضوع فلت من ايدين اميره يبقى بيركش. انا بحاول افهمها كده بس هي مش مصدقاني. اسكتي. مش انا عرفت مين الليسي؟ مين؟ جوز اختها مريم. لا 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 لا، انت عرفتها ازاي دي؟ بعد ما نديم كلمها وسابت الاستاذ جمال وخدت معاها عمرو، ها؟ رحت انا بقى ايه؟ خدته معاها في الكلام. لا 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 لا، احكي لي ازاي يعني؟ قلت له بص يا استاذ جلال، الراجل الملزق ليشي ده اللي كل شويه بيجي المكتب ويعكنن على ملك، شوف له حل وخليه يسيبه في حالها. راح الغبي قال لي كل حاجه. يعني مريم اللي اختها ما تتكلمش دي متجوزه؟ ليه؟ هو انت عينك عليها ولا ايه؟ قفز النمر الجريح على عثمان، واستطاع عثمان في قفزة خاطفة أن يتدحرج بعيد عن الوحش الجريح. بص يا مريم، أنا أكتر واحد عارف إن الكتب دي مش هتسليكي تمام، بس أعمل إيه في عمك؟ شكرا، هو محلفني 100 يمين أجيبهم لك. دي كانت كتبي وأنا صغير. وماما كمان كانت عايزاكي تيجي تتغدي معانا بكره. ليه بس؟ دول مبسوطين قوي من ساعه ما جيت لنا. طيب على العموم فكري بس، هم هيبقوا مبسوطين قوي لو جيتي. قولي بقى اخبار اللابتوب ايه؟ مفيش باسورد وقع منك كده فيسبوك، ميل، تليفونك، اي تي ام حتى. طبعا على العموم لو اي حاجه وقفت معاكي يا ريت تقولي لي، انا ابن عمك يعني يا مريم، ما تكسفيش مني. مريم هو انت على طول قاعده في البيت كده؟ ما بتخرجيش؟
تروحي جيم، كافيه، تسهري. بص أنا آسف يعني، بس هو ده بسبب الحادثة. ما تخليش الموضوع ده يسيطر عليك يعني، ده وقته هيعدي. ما تحطيهاش في بالك قوي كده. وبعدين أسمع يعني إنك كنت مقضياها، أنا عمري ما جيت عندكوا البيت ولقيتك. زمان إيه، فاكرة سيتي كلوب؟ يوم ما شفتك هناك ودمك نشف لما شفتيني وانت بتشربي. بس انا طلعت جدع، محدش عارف حاجه. لسه بتشربي؟ بتشربي خالص؟ شاي وقهوه بس احسن برضه. اتفضلي. مش عايزه؟ هي مالك فيه؟ هي على طول كده بتشتغل؟ صحيح نسمع ان عندها بيبي ولد بنت. حلوه طبعا، ما فاجئتنيش على فكره. شبهك لازم تبقى حلوه. 6 سنين ما شاء الله، مش شفتهاش ولا مره. اكيد قمر ما شاء الله. بصي، بابا كان عايزني اتكلم معاها وابلغها يعني انه هيتنازل عن القضيه. بصراحة أنا ما كانش عاجبني موضوع القضية ده أصلاً من الأول. مش عاجبني إن إحنا نعمل في بعض كده يعني. أنا كلمته في الموضوع ده كتير، بس هو عنده وجهة نظر كده، معرفش أبلغها لك ولا لأ. بيني وبينك برضو أنا نفسي مش مقتنع بيها. مش عارف ليه، بس بحس إن أنا بثق في ملك. انتي عارفه ان انا طلعت الاول على الثانويه العامه في مصر كلها؟ واو. 99.8 وقابلت رئيس الوزراء وكرموني وشهاده تقدير و250 جنيه وقبضتهم 227.40 قرش بعد الضرايب. طبعا امي وابويا كانوا فرحانين جدا، خلاص بقى الواد هيبقى دكتور زي اخوه الكبير. جيت تنسيق، رحت كاتب رغبه اولى كلية زراعة. ايه ده؟ يعني انت مهندس زراعي؟ اي، ما انا قلتلك بقى الفكرة سيطرت عليا، عايز اعمل المزرعة. الزراعة ملك يعني الارض، والارض دي ربنا حط فيها كل اسباب الحياة، حديد، بترول، ذهب، لحد الفول. عشان كده كان عندي حلم اتملك حتة ارض على الكرة الارضية. احلى شعور في العالم ان الواحد يعمل حاجة اللي هو بيحبها. طبعا انت عارفه ان الشباب مظلوم في بلدنا جدا، لانه ما بيخشش الكليه اللي بيحبها، بيخش الكليه اللي التنسيق بيوديها له. عشان كده كل ما قابل رئيس الوزراء سيبيه ياكل براحته، كل يا عمر زي ما انت عايز، كل واللي يفضل نوديهولك لحد البيت. خليك انا دي الاكل بصراحه هايل. بالف هنا وشفا. انت عارفه اما قابل رئيس الوزراء ولا وزير التعليم قال لهم ما تلغوا التنسيق بقى، الغوه وخلوا الكليات تعمل اختبارات الطلبة تخشها، واللي ينجح فيها خلاص يبقى داخل الحاجة اللي بيحبها وموهوب فيها، وبعد كده يطلع يشتغل الشغلانة اللي بيحبها. هي فكرة هايلة، بس اللي ينفذها بقى هادي احنا بنقول ان شاء الله يفهموا. تليفونك. لا بقى، ما خلاص هعمل زيك النهاردة واشيل الفيشة.
كنت عايزه اقول لك ثانك يو. على ايه بقى؟ اللي على ايه؟ كفايه انك بتسمعني. ده انا قربت اروح لدكتور نفساني بس عشان الاقي حد اتكلم معاه. خلاص اعتبريني دكتور نفساني واتكلمي براحتك. طب وانت ذنبك ايه؟ بينا عقد بقى وعايزه يكمل. مش كل شويه هتقولي رايحه امريكا، رايحه معرفش فين. بس انا فعلا كنت عايزه اسافر. انت مش متخيل المود اللي انا كنت فيه. كنت مخنوقه ومحتاجه اتكلم، بس كلامي معاك طلعني من المود اللي انا كنت فيه، ودي حاجه تبسطني أوي. مشكلتي ان انا عمري ما اخترت، دايما في حد هو اللي بيختار، عشان هو اللي بيفهم واكبر مني، هو اللي بيحب مصلحتي وبيحبني. كل اللي مطلوب مني ان انا اسمع واقول حاضر. ده باباكي؟ لا، ماما الله يرحمها كان كل همها ان انا ابقى احسن من مريم، عشان هي اللي فضلت هنا مع بابا وانا اللي سافرت معاها بعد ما انفصل. انت عايزه تقعدي هنا طبعا، لما قلت لهمش ليه؟ عشان كان عندي 4 سنين بس ساعتها، مش قلت لك عمري ما عرفت اقرر من اول اسمي لحد ما رجعنا مصر من امريكا. والمره الوحيده اللي قررت اختار فيها فشلت. ما اسموش فشل، مش كل واحد اتجوز وانفصل يبقى فشل، والا انا كمان ابقى فشل. بس انا اللي اعرفه انك رجعت لمراتك. مش مظبوط، مش مظبوط وحياتي، معلومات غير صحيحه. الحكاية ابتدت بدكتور سنان وموظفة في السفارة اللبنانية هنا في مصر، سنتها وجعتها وراحت للدكتور، وبعد كام مقابلة راحوا عند المأذون. قصدك الشهر العقاري لأنها مش مصرية؟ ما أنا ساعتها ما كنتش لسه اتولدت عشان أعرف التفاصيل دي. المهم إنهم اتجوزوا وجابوا توينز، ملك ومريم. وبعد فترة ماما جالها ترقية بس في أمريكا. طبعا الدكتور ما ينفعش يسيب العياده ويسافر، ومشاكل بقى وحوارات وخناق انتهت بالطلاق. وباغرب اتفاق ممكن تسمع عنه، هو اخد بنت وهي اخدت البنت التانيه، بيتقابلوا بقى في الاجازات. ما تفهمش على ايه كل واحد فيهم اختار البنت اللي هتعيش معاه. يمكن عملوا قرعه، يمكن اختي عشان شقيه شويه ماما سابتها وخدتني انا، ما اعرفش. كل اللي عرفه اني فجأة لقيت نفسي بعيدة عن مريم. واللي فاكراه كويس قوي وعمري ما هنساه، دموعنا واحنا بنسلم على بعض قبل ما اسيبها واسافر مع ماما. وبعد سفرنا بقى دخلنا في دوامة انك لازم تكوني الأحسن. ماما كان جواها تحدي انها تثبت لبابا بأي شكل انه هيفشل من غيرها، وانه كان غلطان لما ما سافرش معاها وطلقها، وانه طبعا مستحيل هيعرف يربي مريم زي ما هي هتربيني. والتحدي ده جه فوق دماغي، بقيت عامله زي عروسه الماريونات اللي بيمشوها بخيط وما تعرفش تقول لا. البسي ده حاضر، كلي ده حاضر، اتعلمي ده حاضر، العربي بتاعك لازم يكون احسن من مريم حاضر، ما ينفعش مريم تتريق عليكي عشان ما بتعرفيش تنطقي مصري صح حاضر، وعتقولي ان انا اتجوزت لما تروحي مصر حاضر، وعتقولي اني خلفت حاضر يا ماما. فضلت اقول حاضر حاضر لغايه ما في الاخر اتخنقت وقلت خلاص انا لازم اختار. بعد كل ده وانت كنت عايشه في امريكا ولا في اسيوط؟ والله هو ده اللي حصل، امريكا بس مع ام غريبه. يا بنتي متاكده ان مامتك مش من اسيوط؟ سكري خشمك.
دماغ انت برضه مش سهل. انت عارف ان انا بخاف اقول الكلام ده لحد. ليه؟ بخاف من الحسد؟ لا، هيقولوا عليا مجنون. طب انت هو بتقوله قدام، انا ممكن اقول عليك مجنون. لو كنت شكيت لحظه انك هتقول عليا كده ما كنتش قلت لك. يا عم الصفه دي جايبها منين؟ اللي عرفته عنك. عني؟ ايه اللي انت عرفته عني؟ من مين؟ منك انت. انا سالتك انت عن نفسك وانت اللي جاوبتي. امتى وازاي؟ امتى وازاي؟ اقولك، ما بعتلك ايميل رسمي قلتلك فيه لازم تعرضي كل الافكار على الناس بتوعي قبل ما تنفذي، وانت عملتي كده فعلا، ما استغلتيش المساحه اللي بيني وبينك. لما رفضتي كامبين ب10 مليون جنيه زياده عن الكامبين بتاعتي، لما قفلت السكه في وش واحد عرض عليك ملايين لمجرد انه عايز يتغدى ويتعشى معك. هو انت عرفت الكلام ده منين؟ هو انت بتختبرني؟ كنتش انت اللي بعت الناس دي عشان نديم؟ ليه؟ كان لازم اعمل كده. بتختبرني انا يا نديم؟ عايز اشيل كل الماسكات قدامك، لازم اعرف. طب وانا ما عملتش زيك ليه؟ ليه سبت نفس الاحساس من غير اي ماسك؟ انت مش في مكاني، وعمرك ما هتمر باللي انا مريت بيه. عارف اللي عملته ده معناه ايه؟ معناه اني عايز اتكلم وعايزك تهدي وتسمعيني. تتكلم واسمعك، بس متردد وخايف. قبل كده كنت متردد، دلوقتي عايز اقول لك كل حاجه. انت بالذات ليه ما تسالنيش؟ لان ما عنديش الاجابه. انا بقى عندي الاجابه. حضرتك لسه خارج من ازمه بعد انفصالك عن المدام، ولقيت قدامك واحده تعاطفت معها عشان. مش صحيح الكلام. عشان ايه؟ عشان بنتها عيانة. وهو ده اللي حصل. لا، مش هو ده اللي حصل. معلش، أنا لازم أمشي. مالك 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 مالك، لو سمحت اهدي وخليني أقول لك كل اللي أنا حاسه ناحيتك. لو ليا خاطر عندك بلاش. ليه؟ أنا عطلتك كتير، كفاية كده. مش أنا الدواء اللي هتنسى بيه اللي حصل لك. وحياتك ما هيطلع عليه صبح يا خوفي. لا الحقوه، تبقى وقعت اوضته ومحدش سمع عليك، ويبقى لبسنا كلنا في حته سد. يلحقوا مين يهبل انت؟ ده هي ديتها شوكه واحده، هياكلها من هنا ويتكون من هنا. طب افرض انه ما اكلش او رمى الاكل ده في الزباله، وافرض ليه حاجه زي دي وهو قاعد لوحده؟ وبعدين ده انا جايبه له الاكل اللي هو بيموت فيه، وان شاء الله هيموت بيه، ومن الريستوران اللي هو بياكل منه وهو مغمض عينيه. وهو مغمض عينيه؟ انا مش مطمن. ليه يا ابني؟ ما احنا ماشيين صح اهو، الاوردر وطلبناه وباسم زفتة التين أميرة، والراجل بتاعك واستلم وجابه لنا وبنظبطه، خايف من ايه بقى؟ انا مش خايف، انا بس بحط افتراضات. افرض ان هو قبل ما ياكل كلم أميرة وسألها. يسأل مين؟ يا ابني دي حاجة معتادة عملناها 100,000 مرة وانا مسافرة. مش عارف، يمكن عشان حوارات السم دي ماليش فيها. ومالكش فيها ليه بقى يا حبيبي؟ يعني شايفها بتاعت حريم، عايزة حد ايدي ناعمة زيك كده، وانت عارفاني انا بحب اجيب من الاخر واخلص على طول. طب ما انت يا مخلصاتي اللي قلت ان ده مش هينفع معاه. ما هو صعب، حد يعرف يصطاد نديم باشا ده لوحده؟ ده ابن لذينة رافع كتاف على الكل، ما بيخطيش خطوه غير بحساب. ده غير بقى ان الدنيا هتقوم ومش هتقعد غير لما يعرفوا مين اللي قتل، ويجيبوا كمان السلاح اللي اتضرب بيه. انما كده في الشياكه، الاوردر وطلبناه من المطعم الفلاني وباسم سكرتيرته، يعني التحقيق رايح في اتجاه تاني خالص. ده لو بقى في تحقيق اصلا، مش يمكن يقولوا قضاء وقدر ونخلص. في الحالتين انت لازم تظهري بعديها بكام ساعه. طبعا، اول ما عرفت الخبر ركبت اول طياره وجيت على طول، وانت طبعا هتكون وصلتني المطار عشان لما اميره تبعتلي سواق الشركه يجي يلاقيني.
ضربة طقم اسود وهتك يا عياط. وازاي ده حصل؟ وعايزه حق جوزي، والمطعم ده لازم يتقفل، وكلها اسبوعين ثلاثه والقضيه تتحفظ ونعيش حياتنا. يا بنتي ليه؟ ربنا يستر. يا بقى اصابت اتنين عمر هتصيب. المهم بس الواد اللي بيعمل فيها بتاع الدليفري وهو بيسلم الاكل السيد بتاع الامن. لا ما تقلقيش، انا مختار واد فرازه. اهو الواد الفرازه ده هو الخيط الوحيد اللي ممكن يوقعنا. خليك ذكي واقطعه. أدري هو المكنه اللي معاه بعد ما يخلص المشوار. ايه المكنه دي؟ مكن موتوسيكل يعني. طب خليه يسرع قبل ما الباشا يروح وينام من غير عشا. ما تقلقيش يا رشا، مفيش حد بينام من غير عشا. نديم بيه. ايوه سعيد. دليفري لسيادتك. انا ما طلبتش دليفري. مدام اميره اللي طلبت يا فندم. اميره نصر؟ تمام سعادتك. تعال. اهلا اهلا روح باطي قلبي باطي وحشتي. حبيبي ازيك يا مفيد؟ تاكلوا معايا بقى. يعني انت مش هحطط لي مجرجر في نص ليالي علشان تشوف بنتك؟ مش قلت هتبعتها مع السواق؟ ايه اللي جابك؟ اللي جابني؟ هي بقت كده؟ ماشي. على العموم انا جيت عشان قلقت لما سمعت صوتك يا مفيد. والله انت وحشني ومحتاج اتكلم معاك. تعالى يا اخو اقعد بقى. لوجي لوجي حبيبتي، بابي لسه بياكل اهو، اسبقيه علشان تفتح نفسه على الاكل، وهكلم انا هو ويجيلك على طول. I love you so much. قبل ما نتكلم في اي حاجه، ليك عندي خبر يفرح. الدكتور كلمك من فرنسا؟ هو انت مفيش في دماغك غير ملك وبس؟ والله لو تعرف اللي في دماغي تترعب. ما انت مشكلتك انك مركز هنا وسايب هنا خالص. مين اللي قال كده؟ اللي انا شايفه قدامي. مش حقيقي طبعا. يعني انت مش بعت تجيب لوجي علشان تمهد لها؟ امهد لها يا مفيد؟ هو لسه في حاجه حصلت؟ طب خد بالك بقى، البنت هتتجنن على مامتها من ساعه المسجات اللي بتجيلها من هولندا. قول لي، هو انت بتعمل الحكايه دي ازاي؟ هتخلص قريب الحكايه دي على امه. لا فهمني، ناوي على ايه؟ قول بس الخبر الحلو اللي عندك. لا ما تاكلنيش في الكلام، مجاوب. ناوي على ايه يا نديم؟ سكوتك ما يطمنش. في ايه يا نديم؟ طالع فجأة حواليه شوية صراصير لازم ادوسهم بالجزمة. لا 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 لا، بالراحة بقى كده بهدوء علشان تفهمني واحدة واحدة. هقول لك يا مفيد، عالم ولاد الكلب اللي لحم كتافهم من خيري وسختهم بتزيد معايا مش بتقل. طب وايه الجديد في ده؟ ما انت راجل شغال في السوق والمفروض انك فاهم كل اللي بيحصل حواليك. بابي جايلك يا روح. حني بابي. لوجي لوجي
قول لسيدي حتى العربية من فين؟ بسرعة العربية يا سيد! العربية! ايه يا مفيد؟ ما تقلقش يا نجيب، هتبقي زي الفل يا حبيبي، هتبقي زي الفل. خير خير ان شاء الله. ما تقلقش يا نجيب. نديم أرجوك يا نديم. أكيد الأكل، هيا الأكل ده مش food poisoning، أكل ده السيانيد يتحط في الأكل. أنا كنت شاكك في كده، كنت شاكك في كده. قومي يا حبيبتي، قومي يا روح، قومي يا روح، قومي يا روح، قومي يا روح، قومي. انا يا دوب تبقالي ان ربنا بعتلي بنت جميلة زيك تروح انت ماشية. قومي يا روح، قومي، قومي يا روح.
تشوف لنا ايه الاخبار بقى. اخاف ابعت حد من رجالتي يتلقيت هناك. انت لازم تبعت حد يعني؟ امال يعني اعمل نفسي من بنا واروح له؟ اظن عادي. لا هو اللي مش عادي ان اروح له البيت في ساعه زي دي. طب ما تكلمه يمكن يرد عليك من جهنم ويقول لك استنى يا قط بتعذب شويه. اه وماله؟ اكلمه عشان تبقى نمرتي اخر رقم على موبايله وابقى اول واحد يستفتحه بالنيابه. جميل والله يا رشا. ده انت طلعت بتفهم اهو. انا فاهم الدنيا فيها ايه وعشان بفهم انا لازم نتكني هنا لحد ما الخبر يجي لنا لوحده. مش قادره هموت واعرف ايه اللي حصل. وطفح ولا تنايل نام من غير عشاء؟ هقول لك على حاجه. انت اتكلم سيد قول له بقول لك يا سيد هو الباشا فين؟ عمال اكلمه ما بيردش على موبايله. ادخل شوفه لي عشان انا عايزه في حاجه مهمه. اه فسيد بقى يدخل على نديم باشا يلاقيه مرمي جنب الاكل. واول ما وكيل النيابه يساله يقول له يا باشا والله العظيم انا دخلت اطمن على الباشا اصل عماد القط كان بيتصل بيه ما بيردش عليه. يجي يشوف موبايل الباشا ما يلاقوش نمرتي. اروح انا بقى في 60 داهيه. ده انت طلعت بتفهم بجد. ما تحترمش قوي يا رشا. الصبر حلو. وعشان كده احنا نفضل هنا لحد ما الخبر يجي لنا لوحده. طب يلا بقى عايزين نحتفل. تشيرز يا بيبي. حبيبي. لوجي مين؟ بنتك. يو يا عماد انت تقيل قوي. لوجي عند عمها. ايه اللي هيوديها هناك اصلا؟ قدرها. شوف برضو يا ابني انا ما بحبش حد يهزر معايا وانا لسه صاحي من النوم. اجري اجري اعمل لي كوبايه نسكافيه عشان افوق لهزارك الغبي ده على الصبح. وبعدين انت بتستعبط سايبني طول اليوم نايمه عشان تيجي تصحيني وترخم عليا؟ هقول انك بتستعبط وخايف تصدمني وتقولي ان نديم ما ماتش. يا ولع ما ماتش النهارده هيموت بكره. لكن ليه تدخل لوجي في حاجه زي دي؟ ليه تبشر عليها؟ دي مهما كان بنتي هي صحيح في سن رخم ما بحبوش لكن مصيري فيهم. انت ساكت ليه؟ انت قول انك بتستعبط اهو الكذب باين في عينيك. يا بحلي وين يا بنتي بتكذب عليا ليه؟ عملت لك ايه انا عشان تكذب عليا وتفول على بنتي عشان تكذب عليا؟ اهدي اهدي يا رشا. عشان ايه؟ عشان اصدق كذبك؟ بعدين ايه رشا دي؟ انت نسيت نفسك؟ انت صدقت اني بموت فيك؟ تبقى اهبل. من هنا ورايح اسمي مدام رشا او رشا هانم. يا حيوان مش طالع بره. امشي اطلع بره. وانا هسيبك عشان تهدي. امشي اطلع بره يا حيوان بره. Thank you.
سامحيني اني ما قدرتش احافظ عليك، بس وحياة كل حاجة حلوة ما عملتها لكيش لاخد لك حقك. اللي عمل كده هجيبه وهياخد جزاء. وحياتك كنت عارفة اني الاقيك هنا. مين قالك؟ رحت لك البيت وما لقيتكش، قلت هيكون فين غير هنا. شفتي انا عارفه الوضع اللي جواك عامل ازاي يا نادي، بس انت مالكش ذنب، ده قضاء ربنا. احنا ما بنختارش مصيرنا ولا مصير الناس اللي بنحبها. يعني كان في ايدك حاجه ما عملتهاش. انا ما عملتش اللي عليا، ما عملتوش. فين لما خدت بالي ان ربنا اداني بنت جميله كده؟ حمار بابا، حمار قاعد ابني لك في بكره واجمع لك في الثروه. طب قيمتها ايه بقى الثروه دي دلوقتي؟ ارجع عندي وطز في 100 ثروه، انا ما استاهلهاش. مش بس على نفسك، طول عمري هفضل عايش بذنبها. انا اللي قلت له هاتها يا مفيد، البنت وحشاني، هاتها يا مفيد، عايز اخدها في حضني. كنتش عارف انها تبقى اخر مره، انها جايه عشان تموت. نديم انا حاسه بيك، ويمكن اكون اكتر واحده حاسه بيك. ما فيهاش حاجه لما اطلع اللي جواك قدامي. احتفلوا بيكي.
تعرفي تتكلم بجد؟ تتجوزيني؟ انت مجنون. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way. انت ازاي ما تقوليش؟ انا نديم يعمل فيا كده؟ يا عقلي بلاش جنان. انا همشي. بقول لك بلاش جنان، هو كان عايز يعمل لها مفاجأة، ايه المشكلة في كده؟ انا مش عارفة اتنفس. انا مش هقعد. بقول لك هو مركز معاكي قوي دلوقتي. نديم عمره ما ركز معايا. مش صدقني اللي حصل. من دلوقتي انت تحلمي وانا احقق لك احلامك. انا فعلا حاسه اني بحلم. احلم. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. Look, tonight with each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look.
ملك ألف مبروك. طارق المفاجأة دي ربنا يبارك فيك عقبالك. إن شاء الله. أعرفك ابن عم طارق. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ألف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. حلوة أوي المفاجأة دي. ميرسي أنت منور. ميرسي ثانك يو. مساء الخير. بعد إذنكم. اتفضل. ذوقك حلو أوي في كل حاجة. أنا ذوق حلو عشان اخترتك. مش شايف إنك استعجلت. أنا اتأخرت. بس أنا في حاجات كتير متعرفهاش عني. كان نفسي أحكيها لك عشان مبقاش خبيت عليك حاجة. أنا ما يهمنيش اللي فات. صباح الفل. الدلع ده كله من هنا ورايح دلع. فطار في السرير وغدا في السرير والعشاء كمان في السرير. لا بقول لك انا مش متعود على الدلع ده. متعود بقى. صباح القشطه. صباح النور. انا مش متعود على الدلع ده على فكره. متعود؟ ردتش على تليفونك ليه؟ أنا يبقى معايا الحلاوة دي وأرد على تليفوني. يمكن حاجة مهمة. مفيش أهم من كده. بس أنا بحب القهوة الصبح. French coffee is being made. I like French coffee. Kisses. Actually, French kisses comes first. خبر الوقت اتأخر. طيب متأخر. واحنا مش هننزل تحت ولا ايه؟ ناقص تقولي لي نروح الشغل كمان. لا النهارده شغل لا. ممكن بكره. يا سلام. حاجات مهمة في البيت محدش هيعرف يجيبها غيري. بعد كم يوم، بعد كم شهر، بعد كم سنة، لما تحتاجيها هنبعت مريم تجيبها. شكلك كده مش عايز تخرج من الأوضة خالص. أنا مش هخرج من الأوضة النهاردة. الركن ده اللي احنا فيه ده مش هخرج منه خالص.
انا لو خرجت من هنا هحكموني بتهمه اني مجنون. بس انت مجنون بعد امبارح اكتشفت انك مجنون رسمي. انا مجنون بيك وانا مجنونه بيك. يا ريتني قابلتك من بدري. وتقولي له اخرج من الاوضه. انا مش هغادر المكان. فرح، عارفه لو ما كانتش الظروف اللي حصلت لي كنت عملت لك فرح كبير جدا. هو اللي حصل امبارح ده مش فرح، ده احلى من الفرح. فستان احمر وطرحه بيضا. وبعدين الفرح مش مهم، المهم مين العريس ومين اللي كانت جوه الفستان الاحمر. صحيح، بس انا برضو كان ممكن اعمل حاجه اجن من كده. كفايه جنان. انت بس شفتي حاجه؟ انا شايف انك خلصتي فطار. بس فطار كفايه فطار بقى. شبعان. بعدين انا رانا الحياه بتصعب عليا، ما ينفعش نسيبها وحيده كده، لازم نجيب لها اخ بسرعه. امال تلبسي الشبشب ازاي؟ لا لازم تلبسي حاجة. هنغير وننزلك. مين اللي وحش مامي قوي؟ مين؟ مامي يا حبيبتي كنت هقعد واشوفك. انت كمان عملتيني قوي. وحشتيني قوي قوي قوي. مبروك. ربنا يبارك في حبيبي. ايش كنت تقولي؟ يا حبيبتي والله ان انا كمان ما كنتش اعرف. مبروك يا روحي. هاي سعدو. هاي. هاو ار يو؟ مبروك. ميرسي. فيكي يا استاذ جمال. ما قلتليش بقى مين اللي قالك؟ انا اللي قلت لها وفرحت قوي قوي لما عرفت. بقى انت كنت عارفه كل حاجه هتحصل امبارح وما قلتليش؟ لا انا اتفاجئت اول لما جيت. انا اصله اتطلب مني ولا اتصل بيكي ولا اقول لك على اي حاجه. دي كانت اوامر نديم بيه. مفاتيح الفيلا. تصدق الفيلا دي هتوحشني قوي. انا كمان هتلاقي توحشني قوي. يا روحي انت استني شوف اوضتك الجديده. اهلا 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 اهلا. اوبا وحشتني وحشتني وحشتني. ازيك يا جمال؟ ازيك يا نهى؟ الله يبارك فيكم. ازيك يا انكل نديم؟ انكل ايه بقى؟ لا انا اسمي نديم بس بالكتير بابا نديم. اوكي تيجي نروح نتفرج على اوضتك؟ ممكن نفرجها على اوضتها؟ ممكن نفرجها على اوضتها. يلا تعالي. نديم بيه. ايوه جمال. لحظه كنت عايز. لا انا مش عايز يا جمال، قول لها ما تكلمنيش مش هرد عليها. اعملوا بقى حاجه لوحدكم يا اخي. بقول لها اعمل كل حاجه بنفسي. ايه ده مش معقوله ابدا، دي حاجه مش معقوله. مش معقول كده 6000 واحد ولازم انا اقعد اشتغل انا؟ مش عارف. عايز اجازه بقى. لا
انت عارفه اوضتك دي اول اوضه رتبتها في البيت. ميرسي. اوكي انا عايزه كيف موضوع بتنتهي حكايتك بالظبط. قولي لي بقى رامي، رجعي بقى وخلصيني بجد. ده انت كانت الفرحه تنط من وشك لما طردت اللي بس بس حصل. مش وقت دلوقتي، انت عروسه. عروسه برضو؟ ماشي يا سنجل. ايه رايك؟ شفت السرير معمول ازاي؟ على شكل مركب بالظبط. حلوة؟ ميرسي قوي يا انكل نادين. انكل تاني؟ احنا قلنا ايه بقى؟ ماشي يا بابا نادين. صح كده، صح. يا ستي وده بيتك. حلو قوي. واي حاجه تعوزيها تقوليها لي على طول، تقوليها لي انا، تقوليهاش لماما. ماشي. انا اعمل لك الحاجات في ثانيه كده.
قلت لك هكسبي. تكسبي ايه؟ انا اللي هكسب قلت لك. جول. لا بقى لا، ايه جول ده؟ انت ايه، انت بتكذبي. فين ده؟ اهو قدامك. لا لا ده مش جول. لا ده جول بتاعي، ده جول مامي. انا ريال مدريد. نعم انا ريال مدريد، انت بارشا. لا ايه روحي نمت؟ نمت بعد ما سألتني 100 سؤال. افرضي يا مامي ان الدكتور قال لازم نقعد هناك مدة طويلة، افرضي يا مامي ان العلاج ما جابش نتيجة، افرضي يا مامي اني مش هخف. يا حبيبتي ما تسبقيش الاحداث، ما توتريش نفسك وتوتريني، ان شاء الله هتخفي. بس بتكلم مين؟ طبيعي يا روحي، طفلة وخايفة من اللي بتسمعه. البنت دي شافت كتير يا نديم. معلش بكرة تبقى زي الفل إن شاء الله. مشكلة كمان إنه مريم
مريم مش هينفع تسافر معانا. ليه؟ عندها ميعاد مع الدكتور بتاعها هنا، وكمان مانع عليها تطلع في الطيارة عشان بيأثر على عقدانها حاجات كده طبية ما فهمش فيها. أنا ممكن في 24 ساعة أجهز لها طيارة خاصة مجهزة من كله. لا وعلي، خليها تتابع مع الدكتور بتاعها هنا، لو ما جابش نتيجة يبقى نسفرها. وكمان ممكن أنا هناك أسألها على دكتور خاص. اللي انت عايزاه، بس تعرف ان الاوبشن ده موجود. ايه الجورناندا؟ الجورناندا لما تشوفها هتعرف ان وشي حلو عليك. انت وشك حلو عليا من اول يوم شفتك فيه. طبعا. اتفضل يا سيدي. هتبقى وزير. وزير مرة واحدة؟ طب وانت عايزاني ابقى وزير؟ طبعا. ليه؟ عشان أنا أبقى مسس فخري مرات الوزير. مش عايز تدخل التاريخ؟ أهو ده بدخلك تاريخ مصر على الأقل. بس الوزراء روحي دلوقتي ما بيخشوش التاريخ، دول بيخشوا طرة. إيه ده بجد؟ يا عيني. بص يا ستي، لحد دلوقتي الموضوع ده خبر، لكن لو كلموني في التليفون فعلا يبقى حقيقة، ولو كلموني هرفض. ترفض تبقى وزير؟ ليه؟ أقولك. ترضي يا روحي جوزك حبيبك نديم فخري يبقى وزير، وبعدين يجي واحد من بتوع مجلس الشعب اللي ناجحين بفلوسهم يعملوا له استجواب، فيقف في مجلس الشعب يسألوه وهو يجاوب؟ عارفه يا روحي، انا عشان اقابل رئيس الوزراء اكلمه بس في التليفون، وابقى انا قاعد عنده جوه والوزراء بتوعه قاعدين بره مستنيني انا اخلص. ابقى وزير ليه؟ عارفه. ناقصني ولا حاجه؟ مش كده برضه قوي كده؟ اه بس نفسي بس ادخل جوه الدماغ دي واشوف ايه اللي بيحصل جوه، تركبها ازاي دي من جوه. نفسي. تعرف حقيقي؟ طب اقفل الباب وتعالي وانا اقول لك. الباب؟ مين يعني اللي هيفوت علينا؟ معلش مش عايز حد يسمع. ماشي. ده هو ده وقت؟ لا عندي سفر بدري. سفر ايه يا راجل؟ انت عارفه ده بقى اهم من الوزاره. هو ايه ده؟ هو ده. اهم من كل الوزارات اللي في الدنيا. رسيخه بلا وزاره بلا نيل. يا روحي كل حاجة تبقى كويسة. You don't worry at all. باي باي. باي باي يا روحي. باي باي يا روحي. يا روح بابا نديم. باي 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 باي. تروحي وترجعي بالسلامة. يا ريت، عشان أنا زهقت من المستشفيات والحقن والأدوية. عايز أرجع زي زمان وأروح المدرسة. هنروح المدرسة وهنعمل كل حاجة حلوة إن شاء الله. يلا. تاخدي بالك من مامي. اطلع يا حبيبتي. هتوحشيني.
كلميني اول ما توصلي، تصحيني ان شاء الله الفجر. خد بالك من نفسك. انت تاخدي بالك من نفسك. أكيد ما تقلقيش. بس يا حبيبي أحبك. وحشني. وديك باي باي. كله تمام؟ محتاجة حاجة؟ عايزاني؟ خير؟ سر؟ مش عايزة حد يعرف؟ طب اتفضلي. تفضلي احكي لي يا ست السر. اوعدك بايه؟ مش عايزه مالك تعرف؟ ليه؟ تفضل. أنا هقف جنبك أكيد، بس احكي لي الحكاية. متجوزة؟ ليه مالك ما قالتليش حاجة زي دي؟ ليه تخاف انتي؟ ما عملتيش حاجة غلط، انتي متجوزة؟ طيب مش هقولها. هساعدك طبعا. مش انت سمعتيني بكلم اميره تكلمه عشان يجي للمكتب؟ طيب اوكي هطلعك منه. كل المعلومات اللي طلبتها عنه جت لي. طمني. اوكي؟ مستر نديم. خالد بيه. ميرسي يا أميرة. قعد يا خلودة. ازيك يا نديم بيه؟ ازيك؟ واحد اهو من دول. أنا مبسوط يعني بصراحة إن أنا قابلت حضرتك يعني قبل ما أسافر، أنت عارف الواحد بقى عنده مشاكل كتير جدا الفترة دي. أنت مسافر عند عمتك في الزقازيق ولا إيه؟ عمتي؟ عمتي مين؟
عمتك عيشة، أخت عمك حسن الليسي محتكر المقاولات في الشرقية، أخت أبوك عبد اللطيف الليسي بتاع السيراميك. خد حنين نلبس تنين من أوله فندم؟ لا مفيش حاجة. أنت ابن عبد اللطيف ولا لا؟ أو حضرتك تعرفه؟ أعرفه طبعاً، وأعرف مراته كمان، وقعد تكون ابن عفاف. لا عفاف لا، لا عفاف دي تبقى مرات أبويا، يعني أمي توفت وأنا صغير، وبعدين هو اتجوز عفاف على طول. الله يرحمها، كانت ست عظيمة، لو كانت عايشة كانت حاجات كتير في حياتك اتغيرت. طبعاً. طيب أنا سيدي، تعرف مواعيد ضيقة، فالواحد لازم يلحق يعني يمشي، وبعدين اقعد، إحنا لسه ما كملناش. لسه ما كملناش. بس هنقول ايه؟ يعني احنا هنقول ايه لو يعني واضح ان حضرتك عارف كل حاجه، حضرتك بتقول لي عمتي وعفاف والشرقيه والسيراميك، فيعني واضح ان حضرتك عارف كل حاجه. هو انت دمك خفيف، واكيد ده اللي حبب مريم فيك. مريم، الورقه اللي قدامك دي فيها عنوان المأذون، هتروح له وهو مرتب كل حاجه، فاضل امضتك بس. امضتي؟ هتطلق مريم. حس ان الموضوع كده بقى، حضرتك بيزنس مان وعارف ان الحاجات دي ما تتمش الا بتمن. انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه، عشان انا لو سمعت اي حاجه من الكلام اللي انت بتقوله ده يبقى لازم ارد، وانا لما ارد برد من غير كلام. طبعا اذنك. على فكره انت عندك حق، كل حاجه بتمن طلاقها قصاد حياتك، واعتقد ان ده تمن غالي. أستاذة أميرة، أنا بكلمك الفترة الجاية كتير، يعني في مصلحة كده عايزك فيها، ها؟ تعملي فيها فلوس، فلوس، يلا، أكلمك بعدين. عبيط ده ولا إيه؟ مش معقول، مش معقول. أهلاً 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 أهلاً. إيه رأيك في المفاجأة دي؟ دي أحلى مفاجأة في الدنيا. وحشتيني وحشتيني. وأنت وحشتيني من المتحف. ليه ما قلتليش أخدك من المطار؟ قلت أجيلك على غفلة أشوف بتعمل إيه من ورايا. أعمل إيه يعني؟ قاعد بفكر فيكي، وإيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ فغيف فغيف. طبعاً. أهلاً يا روحي، أهلاً يا روحي. وحشتيني وحشتي بابا. شوفي انا رايحك مفاجأة. ايه بقى؟ انا خفيت يا روح قلبي. مبروك بجد يا نديل. الحمد لله كل التحاليل طلعت نيجاتيف، حبيبي خف بعد رحلة عذاب. يعني الكيموثيرابي اللي كان هنا عمل مفعول. كل الدكاترة قالوا كده. يا روح قلبي مبروك يا روحي، مبروك يا روحي. ده انتوا جايبين اخبار حلوة بشاك. لازم نحتفل بقى، لازم نحتفل. طبعا لازم نحتفل. دي رنا. تعالي يا حبيبتي، اكيد اوضتك وحشاكي قوي فوق صح؟ تبقي لازمقيني على فوق. لا انا هحصلك. اوكي. ملوكه رنا خفت بجد؟ والله خفت. الدكتور قال لي انه نسبه شفاها 90%. بعد رحله العذاب دي الحمد لله. الحمد لله. انا اتخضيت لما قلت لها اطلعي اوضتك. انا ما كنتش عايزه اقول لك قدامها ان انا كلمت باباها وبلغته. طب كويس. وكمان هو طلب انها تقعد عنده كام يوم، بس انا ما حبيتش اقول له او لا الا ما اسالك الاول. امال يا روحي تروح طبعا بابا. بس انا ما بحبش اخد قرار في حياتي او في حياه بنتي من غير ما ارجع لك. انا بجد بحبك. وانا بموت فيك. ايه الحلاوة دي؟ انا كنت وحشك للدرجة دي جدا. كنت وحشك.
وحشني جدا. انا بحبك قوي يا نادي، مجنونه بيك. بشوف ايد مريم. طمنيني عليها. صدق هي بتقول ايه؟ حاجة غريبة، عايزة انا ابعت لها فلوس على بيروت. مو ماله، ابعت لها. انت عارفة نعمل ايه كمان؟ خلص اللي ورانا ونطلع بيروت نعمل شهر عسل جديد. ايه ده بجد؟ ورانا ايه؟ تاني؟ ونرجع بيها واحنا راجعين. بس انا معرفش هي عملت كده ليه. انا كمان فوجئت. مجنونة اختي، وانا اكتر واحدة عارفاها. بس طيب بتحبك. قصدي يعني قالت لي انها بتحبك زي اخوها، عشان كده حكيت لك على موضوع الليسي اللي انا كنت مخبيه عليك. بقولك يا روح، ما تبيش تخبي عليا حاجة تانية. هو انت اديتني فرصة حبيبي، انت خطفتني خطف. وبعدين ما انت كمان تلاقيك عندك حاجات كتير انا ما اعرفهاش، يعني اكيد مخبى عليا حاجة. هقولها لك كلها، هحكي لك واسمعك، بس بعدين. دلوقتي لا وقت للكلام. الحقيقة أنا مش عارفة حضرتك ليه اللي عايزني أنا اللي بلغها. ما هو أنا لو بلغتها أنا هتتعصب عليا ومش هتسمع بقية كلامي. اللي هو؟ اللي هو إن لسه في استئناف، وإن الحكم ده مش آخر الدنيا، بس إن شاء الله نلحق نعمل الاستئناف بسرعة قبل ما عمها ياخد صورة الحكم دي ويرفع بيها قضية التزوير. طب أنا ممكن أكلمها لك وحضرتك اللي تقولها الكلام ده؟ يا أنسة نوها افهمي، أنا قصدي يعني وأنت قاعدة معاها كده في ساعة روقان ممكن تسرسبي لها المعلومة، تقول لها الخبر من غير ما تحس يعني. ويا سلام بقى، يا سلام كمان لو اقنعتيها بالحل الودي. حكيم انا عز الحلول الوديه جدا. وبعدين بعد ما رحت لها المكتب وهددتها، نزلت من عندها ورحت القسم عملت محضر لاختها انها كانت عايزه تقتل. يوميها بالليل فوجئت ان ملك جاي لي البيت. ايه مش هتقولي اتفضلي؟ واضح يعني انك عرفت انك غلطانة ورجعتي نفسك وعرفت انك مش هتقدري تسدي معايا. لا، من ناحية هسد فانا اقدر اسد قدام عشرة زيك، بس ليه نخسر بعض طالما قادرين نكسب من بعض؟ نكسب من بعض ازاي؟ يعني اشتري الخمسة مليون بتوعك بخمسة مليون تانيين. بعشرة مليون؟ لا فاهميني. فاهمك. قعدت تكلمني عن مستقبلي وانها ممكن تأمنهولي لو حطينا ايدينا في ايدين بعض، وان الحياة صعبة وما ينفعش اعيش فيها الا الاول. غسلت لي دماغي يعني، وكتبت لي شيك بمبلغ محترم. طبعا يا فندم انا ما خدتش بالي ان التاريخ اللي مكتوب في الشيك عمره ما هيجي، لانه كان مكتوب ل 31 فبراير. ضحكت عليا يعني يا فندم، ونومتني تنويم مغناطيسي، وبقت بتعاملني زي ما تقول كده على ان اهبل، اي حاجه تقوليها لي اعملها. يعني على امل انها تدينا ال 10 مليون جنيه اللي وعدتني بيها.
وقفت بعربيتي قدام بيت وليد. كان مفروض اني هتكلمه عشان ينزل لها، واول ما ينزل اقتله. ايوه يا وليد انزل لي، انا تحت مستنياك. بعدها بيوم رحت لها الشركة. ليسي ازيك؟ ويلكم. انت هتصاحبني ولا ايه يا ابني انت؟ ايه ليسي دي؟ انا اصحابي بس القرابين هم اللي يقولوا لي يا ليسي، غير انت تقول لي يا خالد، استاذ خالد. حاسين هبل ولا ايه؟ حاسس بيبقى. هاي ازيك؟ اهلا. اظن المرة دي بقى انها موجودة وفي بيني وبينها ميعاد. تمام. طب ثواني بس قبل ما تشرب قهوتك اشوفها خلاص التليفون ولا لا. هو المقابله اللي بيني وبينها اكيد اهم من المكالمه اللي هي بتتكلم. روحي هاتي القهوه وتعالي ورا. طيب ماشي اتفضل. لا تعالي 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 تعالي، خدي الشنطه دي، خدي بس الشنطه دي، تروحي بيها لمدير الحسابات. ها قولي له الاستاذ خالد الليسي او خالد بيه الليسي جوه، خليه يحط فيها الفلوس، وبعدين فهميني هعدي وراه باكو بقى. ينقص 100 ينقص 200، حركات الزباله دي مش عليا. ها يلا. أنا مش فاهمة حاجة. مش لازم تفهمي، كلها ربع ساعة هتفهمي، بس بسرعة لأن مبلغ زي ده أنا ما أقدرش أحطه في البيت، يلا عشان أحل البنك، يلا. يلا. ملوكة. أه. أديني عملت اللي عليا أهو، أداني لعيب وأزح. برافو. أه. بقول لك إيه؟ أنا أديت الشنطة لإسماعيل اللي شغالة معاكي بره دي تديها لمدير الحسابات. إلا جيسيكا باركر غيرت لون شعرها. أه؟ مين جيسيكا؟ شنطة ايه؟ شنطة ايه زي ازاي؟ الشنطة؟ لا بقول لك ايه؟ أنا قايل لك أنا لا بحب الشيكات ولا التحويلات، أنا اديتها الشنطة عشان مدير حسابات يحط لي فيها ال 10 أرانب، يعني عمال ما أشرب قهوة عشان ألحق البنك. الفلوس اللي أنت هتدفعه مش كده؟ أدفعهم ازاي؟ أدفعهم ايه؟ لا أدفعهم ايه؟ أنت اللي هتدفع، هو مين يدفع لمين؟ أنت هتدفع لنا. اسمع لك انت. قولي كده بقى، انا الموضوع برضو يعني فكرتي فيه. ماشي، واضح ان مريم يعني حكيت لك قد ايه كانت بتتبسط معايا وكده، عايزه تجربي الموضوع. ماشي، ما عنديش مانع، بس انا المواضيع دي ما بدفعش فيها فلوس. ها انا اصلا باخد في المواضيع دي فلوس، بس عشان كده يعني ممكن اديكي 5 بواكي، وعشان انت مالك هانم الجرحي ممكن اديك 10 بواكي يعني ونخلص الموضوع وتبقى البنت واختها. طب اخلص اخلص حيوان. ليه الشتيمه دي؟ انا مش فاهم هو انت في ايه من اول ما دخلتي؟ انت دماغك مودياكي في ايه؟ مودياني تليفونك. ماله؟ ماله تليفوني؟ فين؟ في جيبي. بص كده على الواتساب اللي انا بعتهولك. ايه بعتلي على الواتساب يعني؟ فيديو كده هتشوفه. هم صعب انا دماغي دي، انا كنت شاكك والله، كنت شاكك من زمان في الموضوع ده. انت بعتلي فيديو على الواتساب؟ انا كنت بفكر في كده. انت بس بقول لك ايه؟ هنتفرج ازاي هنا على الاثنين على حاجات زي دي؟ وبعدين يدخلوا علينا من بره يقول لك خالد بين ليسي ومالك هانم الجرح بيتفرجوا على فيديوهات ابيعها سوا. انت اتفرج عليه لوحدك، انا حافظاه. اتفرجت على فيديو كتير، عايز تديني خبره. بص على الفيديو اشوف انا بقى، بس انا عندي خبره في المواضيع دي كتير، اتفرج ليه؟ خبره زياده يعني. أشوف حاجات جديدة؟ ماشي. أنا كنت جرح الفيديو، اتفرج بقى، اتفرج بقى على الفيديو.
ايه رايك بقى؟ رايي في ايه؟ في نفسك وانت بتقتل يا موز. انت كنت بتصوريني؟ اصل ما هنش عليا لحظه زي دي تعدي وما صورهاش. تحب بقى ننزلها على يوتيوب ولا نقطعها ترانشات وننزلها على انستغرام؟ ولا اقول لك بلاش حرام، ما هنش عليا برضه ان اضيع مستقبلك. على فكره انا محتفظه بالفيديو ده، ولو عايز ممكن اديهولك، بس كله بتمن. مش قلت لك هتدفع؟ ايه هتفضل مزبهل كده كتير؟ يلا يا بابا، يلا يا حبيبي، وبقى خد الباب وانت ماشي، ووشك ده ما شوفوش تاني. عارف لو فتحت بقك ولا اتكلمت ولا شفت المنظر ده تاني، الفيديو ده هيروح للنيابة. يعني وش كده اعدام. معرفتش ليه خليتك تقتل وليد؟ بصراحة لا يا فندم. وانت ما سألتهاش؟ لا، انا في الوقت ده كان كل المهم بالنسبة لي ان انا اخد الفلوس، فما سألتهاش. جلال عايز ايه يا جلال ده؟ ما هو اصل في خبر مش ولا بد كالعادة شبهه يعني، وصدرني انا عشان اجي اقولهولك. في ايه يا نهى ما تتكلمي؟ خبر ايه ده اللي مش ولا بد؟ عمك، عمو فهمي؟ ماله ده؟ كسب القضية، وأستاذ البشاير ده بيقول إن الموضوع مش هيتحل غير ودي ما بينك وما بينه. يعني أنا طلعت فعلا مزورة أمدة أبويا؟ مش مهم، بعدين هبقى ألاقي حل للموضوع ده. ما هو أصل في حاجة تانية، بس بخصوص نديم. نديم؟ إيه؟ نديم قعد مع عمك وانت مسافرة، المفروض انه كان يعني صلح المشكلة دي. مش فاهمة حاجة، مشكلة ايه؟ نديم دفع لعمك كل الفلوس اللي كان عايزها منك يا ملك، ومقابل ده انه يسيب القضية، اما هو ما سابهاش. ده امر ضبط واحضار لملك لطفي الجرح، عايزها تكون قصادي بكرة الصبح هنا. أمرك فندم. اتفضل. أيوة يا نهى، في إيه؟ يو بقى يا نهى، حلو مشاكلكم بعيد عني، مش كل حاجة تقولولي. ماله رامي؟ إيه؟ اتقبض عليه؟ ليه؟ بيشم؟ ابعتي له جلال يشوف المصيبة دي. باي. ايه كم المشاكل دي؟ انا مش مصدقة. احنا قلنا ايه؟ مش قلنا لما تيجي المشاكل الصغيرة نفتكر ايه؟ ايه؟ شي ها علي عوض. مين علي عوض ده؟ حبيبي انا مش مركزه بفترة التعب، وبعدين كفايه المشاكل اللي عاملها لي عمي دي. لما هو جالك ما قلتليش ليه؟ ما فيهاش حاجه حبيبتي، انا عايز احللك المشكله. لا، فيها فيها انك ما رضيتش تلمحلي ان هو نصب وقبل منك فلوس، ما كنتش عايز تحرجني. ملك، ما بتسأليش ليه على رنا؟ مين اللي قال؟ ده انا لسه قافله معاه. قافله معاه؟ ده انت ما تستحمليش تعيشي من غيره. طب ويا حبيبي عند حد غريب، مش ده بيت باباها؟ كمان بقيت بتحب السيجار من امتى؟ انا بحب اي حاجه.
بس طيب بتحبك. قصدي يعني قالت لي انها بتحبك زي اخوها، عشان كده حكيت لك على موضوع الليسي. الو، نحن هنا. اللي واخد عقلك انت؟ فيكي ايه متغير؟ فيكي حاجه مش مظبوطه. مفيش حاجه متغيره فيا يا حبيبي، انا زي ما انا. لا، ما انتي زي ما انت. ليه؟ انا هي مريم اللي انت تعرفها. لا، ملاك اللي هي تعرفها، اللي انت تعرفها بالظبط. انت مريم، انت مش ملك، انت مش ملك. انا مش ملك، انا مريم. مرحتيش بيروت؟ انت بتتكلمي؟ انا بتكلم. عارف من امتى؟ ساعة ما شفتك معاها وانتوا بتتجوزوا. وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: لأني ما همش حد، خبيت صوتي وما قلتش لحد إن أنا بتكلم. مين هيفرح لي؟ ولا حد. فين ملك؟ فين ملك؟ قتلتها. قتلتي أختك؟ واحدة نصابة ومجرمة صيعوا فيها العبر، بس انت ما تعرفش. قتلتيها ازاي؟ رندي عليها. انا فعلا سافرت بيروت، كلمت طارق يجي لك يقولك ان انا سافرت، بس انا في الحقيقه رحت لها فرنسا. اتفاجئت بيا هناك، استغلت وجود رنا في المستشفى. بعت لها مسج، قلت لها مخنوقه عايزه اتكلم. فكرت مركب في السن واتخانق، زقتني، زقتها، وقعت في المية، وأنا عارفة إنه ملهاش في نوم. قعدت تستنجد بيا وتقولي الحقيني، بس هي ما تستاهلش. سبتها،
احكي عليها لغايه ما غرقت. رجعت الاوتيل وخدت حاجتها، قصيت شعري زيها، عملت كل حاجه هي بتعملها، حتى التاتو عملته البرفان بتاعها، كل حاجه، ورحت الرنا المستشفى. ما شكتش لحظه ان انا امها. ريحتي كانت ريحة أمها، هدومي، طريقة كلامي، كل حاجة كانت هي. وخدتها وخدت باسبور ملك ورجعت هنا، ورجعت علشانك. أنا بحبك يا يتيم. بحبك إيه؟ عارف يعني ايه عشقتك؟ يعني انا ما اقدرش اعيش من غيرك. انتي من غيرك ممكن اموت. قتلتي حبيبتي عشان بتحبيني؟ ما تقولش حبيبتك، انا حبيبتك. هي مش حبيبتك، عمرها ما حبتك، دي كذابه. انتي اختك عشان بتحبني. انتي مش اختي، احنا اخوات في الشبه بس. تركتي بجريمة قتل عشان ما تحبيني. كل الناس كانت بتحبها أكتر مني طول عمرنا، من إحنا وصغيرين. ملك، يا ريتك زي ملك، يا ريتك ربعها حتى. إنما أنت مستهترة، فاشلة. أنا مش عارف أقول للناس إيه، أقدمك ليهم أقول لهم إيه؟ أقول لهم بنتي الفاشلة حضرت حتى الثانوية العامة، خدتيها ب50% ودخلتك 100 كلية. كل ما تخش كليه تسقطي 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 لحد ما يرفدوكي، وفي الاخر جايبه لي ولد تافه صايع فاشل زيك تقولي لي عايز يتجوزني. لو سمحت يا بابا ممكن تسمعني؟ انا مش عايز اسمعك تاني نهائي. بس انا من حقي ادافع عن وجهه نظري. وجهه نظر ايه؟ انت فاكراني ما سالتش عنه؟ بقول لك تافه فاشل زيك. انا عايزه اطلق من حازم. لا، فكرتي كويس قبل ما تاخدي قرار زي ده؟ أكيد. على أي حال أنا واثق فيكي جدا في طريقة تفكيرك وفعالك، متأكد إن أي قرار هتاخديه هيبقى صح نسبة 100%. لكن بس أنا ليا طلب واحد. إيه هو؟ فكري كويس في مصير بنتك، لأن مش عايزة تتربى بعيد عن بيت أبوها زي ما أنت تربيتي بعيد عني. لا طبعا، اطمن من الموضوع ده. انا هتفق مع حازم على طريقه حضاريه في الانفصال. اوكي، وياريت ما تكونيش قلتي له اي حاجه عن اختك المستهتره دي. قصدك عن الولد اللي عايز يتجوزها ده؟ لا، ولد فاشل صايع شمام، ابوه طرده من بيته وتقولي هتجوزه يعني هتجوزه. تاكد عملت زيك يعني حازم، مهما اختلفنا معاه لكن في النهايه استاذ جامعه، راجل محترم. راجل محترم، بس انا مش مبسوطه معاه. دي حياتك وانت حره فيها، وانا واثق فيكي وفي اختياراتك. انت مش زي اختك الفاشل دي. هي الاحسن، وهي الاشطر، وهي الانجح. لامتى؟ لامتى؟ حتى لما كبرنا كل ده ما اتغيرش. انا الخرسه وهي الشاطره، انا الفاشله وهي الناجحه. انا بحبك وهي ما حبتكش. فاهم يعني ايه ما حبيتكش؟ كذبت عليك هي ورا كل اللي حصل لك مع رشا. دخلت مكتبه وفتحت الدرج ولقيت موبايلات كتير وفتحتها وشفت صور مراتك وبعت على رقم تليفونك وبعديها مسج قلت لك عايز تشوف مراتك في السرير مع واحد، روح على العنوان ده ورسائلها مع وليد وكل مخططاته. صور الليسي وهو بيقتل وليد. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ ارجع لك عشان تصدقني. نديم انا بحبك، انا ممكن اموت من غيرك. انت الانسان الوحيد اللي حبيته في حياتي.
كان نفسك في ولد او بنت يعودوك على الوجه الله يرحمها؟ جاوب، انا حامل، انا حامل، انا حامل في ابننا. افرح، انت محرم علي، انت اخت مراتي. انت مش طبيعيه، انت مجنونه. مش كده، انا مش محرمه عليك، انا حبيبتك الحقيقيه. وده ابننا، احنا التلاتة، انا عايش هنا في البيت ده، انا نفسي في السعادة دي يا نديم، ما تحرمنيش منها. ارجوك انسى اللي حصل. ده منزل السيدة مالك الجرحي؟ خير يا فندم، مطلوب القبض عليها. ها، قلت ايه في اللي قلته لي؟ مش عارفة. يعني ايه مش عارفة؟ أصلي ايه؟ اتكلمي يا ملك. انا مش ملك. امال انت مين؟ انا مريم اختها التوأم. ثابت في محضر جمع الاستدلالات انك لما سألتي اقريت انك ملك، ودلوقتي لما فتحنا التحقيق قلت انك ملك. بس في الحقيقة انا مريم مش ملك. طب ليه قلت انك ملك؟ طب بلاش كده، فين ملك؟ مسافرة. مسافرة فين؟ معرفش. ملك، انت مقبوض عليكي في بيت الزوجية وفي وجود زوجك نديم فخري اللي شهد بانك ملك، فبلاش امور اللف والدوران دي لان مش هتفيدك بحاجة. الله العظيم، انا مريم ولا ليا دعوة بالمخدرات ولا لدي ولا قتلت حد ولا اعرف حاجة عن التهم دي. انا مريم. ها يا خالد، هي مريم فعلا ولا ملك؟ ملك مين؟ دي مريم يا فندم، انا كنت متجوزها وانا توه عنها. هي يا فندم ملك جرحي اللي هربتني من امريكا. انا ما اعرفكش ولا عمري شفتك. هو يمكن اكيد بيتكلم عن ملك مش عني، ما اعرفوش. انا متاكد ان هي فندم، هي دي ملك الجرح. ملك الجرح. Thank you.
أنا عملت كل حاجة عشان بحبك. أنت حامل؟ ردي علي، حامل ولا لا؟ كنت فاكرة نفسي حامل. سأوعدك لما نخرج من هنا هنجيب لك بنت زي روشي. ولا أنت بتحب الولاد؟ خلاص هجيب لك ولد زي القمر شبهك. انت هتطلع من هنا على حمل المجنون؟ لا، أنا ما عملتش حاجة. ملك هي اللي قتلت مش أنا. مين اللي قال؟ كل ده ممكن يبقى تلفيق. إنما أنت اعترفتي لي إنك قتلتيها، تبقي مجرمة وتستاهلي الإعدام. أنا ما قتلتهاش، هي اللي غرقت. أنا مش ذنب إن هي ما بتعرفش تعوم. وبعدين أنا عارفة ملك كويس، وعارفة كويس أوي هي بتفكر إزاي. دي كان ممكن بعد الشر يعني تقتلك. صدقني يا نديم إحنا خلصنا منها. مين اللي قال لك اني كنت عايز اخلص منها؟ ومين اللي صور لك اني كان ممكن احبك في يوم من الايام؟ هي ما تحبنيش، هو انا اقل منها في ايه؟ ولا يعني كان لازم امثل عليك زيها عشان تحبني؟ هي بس شاطره شويه، عرفت تضحك عليك عشان تتجوزها وتحبها. لعبتها صح يعني، طول عمرها بتحكم عقلها في كل حاجة. لكن أنا كل اللي حلت شوية إحساس، هو قلب ده اللي كل الناس بتكسره وتزعلي. كلامك مش هيهزني ويخليني أقول لهم إنك مريم مش ملك. هتطلعي من هنا على حبل المشنة ومحدش هيصدق كلمة من اللي بتقوليها. من أي صدقه؟ هيعملوا لي تحاليل. لما يعملوا الدي ان ايه هيكتشفوا انه متطابق لانكم توأم، يبقى ما فاضلش غير البصمات. وانا محيت كل بصمات ملك من على اي ورقه رسميه، يفضل بصمتك انت. ليه يا نديم؟ ليه بتعمل معايا كل ده وانا اللي بحبك؟ عشان قتلتيها من غير وجع حب. قتلتي الانسانه الوحيده اللي حبيتها في حياتي.